مساء الخير، مساء الهنا والسرور على مشاهدينا ومتابعينا من في قناة دريم، وحلقة جديدة من برنامج سيداتي نساتي، حلقة نهاية الأسبوع، وكالعادة بتكون حلقة خاصة جدا. والنهاردة هينورنا فيها الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ حمدي رزق. الحقيقة لما بنيجي نتكلم هنناقشه مبدئيا من آخر حاجة هو عملها، وهي كتابه الجديد كرياليسيون في محبة الأقباط. طبعا مش هنقدر ان هو يكون موجود معانا وما نتكلمش معاه عموما عن مشواره، اهم المحطات في حياته، دور الست كمان في حياته، نشأته، كل حاجة عن الأستاذ حمدي رزق النهاردة هيكون موجود معانا في حوار إنساني زي ما عودناكم. هناخد جولة سريعة جدا في أخبار السوشيال ميديا علشان ما نضيعش وقتنا السمين اللي هنقضيه مع الأستاذ حمدي رزق. الخبر الأول لطيف جدا عشان تعرفوا بس ان الستات مفيش حاجه بتقف قصادهم، البلاي ستيشن، وهي في كثير من الاحيان بتكون حكر على الرجال، ولكن الحاجه تماني، وهي هي اسمها كده، انا مش بنطقه غلط، هي اسمها تماني على فكره، لعبت ماتش مع مهاجم المنتخب الجزائري المحترف بصفوف ليستر سيتي الانجليزي رياض محرز، وكسبته بخماسيه نظيفه، صوره اهي قدامنا. جاء ده اثناء استضافتها للاعب في الاراضي منافستها، لكنه خسر بخماسيه زي ما قلت لكم دون مقابل، رغم ان محرز لعب بفريق ريال مدريد، بينما اختارت الحاجه تماني فريق ليستر سيتي وفقا لمتى الدول ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. والمفاجاه الكبرى انها سجلت الخماسيه عن طريق الجزائري الاخر بنفس الفريق الانجليزي اسلام سليماني، وعبر تمريرات من رياض محرز ذات نفسه. الحاجة تماني بتحضر للسفر إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في البطولة العالمية لألعاب الفيديو البلاي ستيشن بنسخة 2018، وتعد المرشحة الأولى للفوز رغم ما يشكله الشاب الكوري واحد اسمه جيم يو لامف من خطورة عليها. ربنا معاك يا حاجة وترفعي كده إيه راسنا. أنا مبسوطة قوي أصلا، مش بس إن هي ست يا جماعة، هي ست، وست تندمي لزمن غير الزمن بتاعنا، غير البنات بتوع اليومين دول اللي لابسين جينز مقطع وقاعدين حاطين رجل على رجل ومسترجلين فيها. لا، دي ست من العيار الثقيل، يعني مش حاجه سهله. طبعا احنا هنتابع الموضوع وان شاء الله نتمنى ليها فوز في هذه المسابقه. الخبر الثاني، وهو خبر لازم نتوقف عنده كثيرا، لان صحيح عندنا عقاب قانوني رادع للتحرش دلوقتي، وأحكام بتطلع من المحاكم رادعة جدا، لكن أيضا في العقاب الاجتماعي والمجتمعي، وده مش عايزين نقلل أبدا من أهميته. أقدمت فتاة تدعى إسراء عاشور على عقاب أحد الشباب الذي تحرش بها بطريقة مختلفة دون اللجوء إلى الطرق القانونية. البداية زي ما روتها إسراء على صفحتها على الفيسبوك، كانت أثناء سيرها بالشارع جاء واحد وراها على موتوسيكل وتحرش بيها جسديا وهرب بسرعة، إلى أن حظه أوقعه أمام سيدة سايقة عربية شافت الواقعة دي، فقامت بالتضييق عليه بعربيتها ليسقط من على دراجته، ليجد نفسه محاطا بمجموعة من البشر. إسراء روت قصتها مع المتحرش، قالت إن هو أول ما حصل ده هو نزل وقعد يصرخ ويقول في إيه وعمل دوشة كالعادة، خدوهم بالصوت. هي كانت واقفة بتضحك أساسا في الشارع وتبص عليه، وكان نازل عليها هدوء جدا. الست اللي ضيقت عليه قعدت تقول لها تعالي وتعالي نروح نعمل له محضر، وتعالي لازم نزعق، قعدت تزعق وتقول لها لأ وأنا هروح وأشهد معاكي وكل الكلام ده. طبعا كالعادة المصريين اللي ملمومين حوالين الواقعة دي قعدوا يقولوا لها حرام، ما تضيعيش مستقبله، ده غلبان، احنا نحب قوي كده ايه نطبطب ونحنن كده على الناس ومعلش وكل الكلام ده. الا ان هي تفتق الى ذهنها الحقيقه فكره عجبتني جدا واحييها عليها. انا مش هتكلم عنها، عايزاها هي اللي تحكيها. الو. ايوه يا اسراء، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. احكي لنا بقى انت عملتي ايه؟ اللي حصل انه بصي، انا حسيت انه مروح الاسم وعمل محضر وكل الحاجات اللي كانت ممكن تظهر في دماغي في الوقت ده مش هتبقى مجزية زي العقاب اللي ممكن يحسه هو يوميا بيه، يعني العقاب اللي هو هياخده يوميا لحد الله اعلم هينسى الواقعة دي. اللي حصل انه بمجرد ما زي ما انت كنت بتحكي، انا فعلا كنت ماشية في الشارع وانا عندي عقدة كده ليها علاقة بالموتوسيكلات، لما بسمع صوت موتوسيكل برتبك جدا. فلسه بوسع علشان، لان في عربيات راكنة كتير في الشارع،
اوسع عشان ما يبقاش بيأذيني، فكان اذاني خلاص. ففجأة كان في ست جدعة جدا جدا، وانا فعلا بحييها جدا على دورها، لان هي عربيتها اتكسرت بسبب ان هي كسرت عليه بعربيتها. في ست راحت، هو كان على موتوسيكل، فالست راحت تكسر عليه بعربيتها علشان توقفه. تمام. المهم انا بمجرد ما هو وقع من على الموتوسيكل، انا في لحظه كده جالي حاله هدوء، او ابتسمت انه خلاص هو مش هيبقى عندي نوع من انواع ان هو جري او انه هرب او انه مش عارف اخد حقي. اللي حصل انه الناس ابتدت تتلم ومش عارف ايه، وهو ابتدى يزعق انا ما عملتش حاجه انا مش عارف ايه. الست ابتدت فعلا تصرخ وتقول لا تعالي نروح نعمل محضر، انا هشهد معاكي، احنا بناتنا مش لعبه، واحنا واحنا واحنا. وطبعا كطيبه المصريين اللي موجوده يعني قعدوا طبعا يطيبوا بخاطر بخاطره وبخاطرك ومعلش ونلم الموضوع وما تضيعيش مستقبله والكلام ده بالظبط. فانا قلت لهم انا مش هعمل محضر لو هو قبل بالاتفاق اللي انا هعمله معاه. ايوه. اللي هو كان ايه بقى الاتفاق ده؟ الاتفاق كان انه انا سالت الاول سؤال، اول سالته على اسمه، وبعدين سالته هو شكله كبير مش صغير، فسالته انت متجوز؟ قال لي اه. قلت له اهلك عايشين؟ قال لي اه امي عايشه. قلت له عندك ولاد؟ فهو ابتدى ينفعل جدا، اللي هو بتاعتي بتتحققي معايا؟ قلت له انا عايز اعرف بس. فقال لي عندي بنت. طبعا اول ما قال لي ان هو عنده بنت انا اتخضيت اصلا. فقلت له طيب الاتفاق هو انك هتكلم والدتك في التليفون وهتكلم مراتك في التليفون، وانا اللي هكلمهم بنفسي، هقول لهم انك اتمسكت وانت بتتحرش بيا. لو هم قالوا ان انا اعمل لك محضر انا هاخدك دلوقتي واطلع اعمل لك محضر. لو هم قالوا لا انا مش هعمل المحضر. تمام. طبعا كان في حاله صمت مرعبه جدا في الوقفه، مع ابتسامه جميله جدا من الست الجدعه دي، يعني الست شافت انه اللي هعمله احسن. فالمهم ابتدت الناس تزقه ان هو اللي كمان يعمل كده. يعني طب معلش يا ابني كلمهم بدل ما حاضر ومستقبلك وبدل ما مش عارف ايه. وكان في راجل تقريبا واقف في صفه جدا، كلمهم يا ابني كلمهم وراضيهم بعدين. ففعلا اتصل الاول اتصل بوالدته وانا اللي كلمتها. والدته للاسف يعني انا مش فخوره بان ده حصل، بس هي كانت مصدومه جدا لدرجه ان هو كانت فاكراه انه بيهرج. فانا اكدت لها انه مش تهريج وان الموضوع حقيقي، وهو اكد لها ان هو حقيقي. تمام. فطبعا انهيار والدته كان يعني مؤلم جدا على كل اللي واقفين، مش يعني حتى عليا انا كمان. طبعا قعدت تقول لك بلاش ومعلش وسيبيه وارجوكي وانا عندي استعداد اعمل لك اي حاجه، ولو عايزه فلوس انا ممكن اديكي فلوس، ولو عايزه اجي اعتذر لك في بيتك انا ممكن اعمل كده. عارفه عندنا مثل كده شعبي بيقول لك العيل السو بيجيب لاهله التهزيق. بالظبط. بالظبط فعلا. وفي اللحظه دي فعلا هو كان وشه يعني او تعبيرات وشه كانت مؤلمه جدا، يعني هو ما كانش متخيل ان ده كان هيبقى رد فعل امه. الزوجه بقى على النقيض كان رد فعلها ايه؟ الزوجه كانت ست عظيم بالنسبه لي انا، كانت عظيمه جدا. في الاول افتكرت انه مقلب وقعدت تقول ده مش مقلب، اصل هو دايما بيعمل فيا مقالب، انت مين؟ فقلت رحت مقربه، احنا كنا فاتحين السبيكر، قربت السبيكر من بقه، قلت له اكد لها ان ده مش مقلب. فهو قال لها لا ده مش مقلب ولا اي حاجه، وده حصل فعلا. فجاه الست بمنتهى الجبروت قالت لي لا لو عمل كده روحي اعملي له محضر، ده عنده بنت، واعتقد ان لو حد قرب من بنته هو مش هيسكت، فلا روحي اعملي له محضر. فانا رحت قلت لها طب انا عايزه اكلم بنته. فراحت قالت لي كلمي بنته، قلت لها انا عايزه اعرفها ابوها عمل ايه. قالت لي لا سيبي الواجب ده عليا. وفعلا وانا معاها على التليفون كانت بتنده على بنته وعلى تقريبا ست كمان معاها في البيت، بتقول لهم انه سيف اتمسك وهو بيتحرش بواحده في الشارع. ها بس انا عايزه اقول لك ان اللي انت عملتيه ده عقاب قاسي جدا، وهو هيعيش بيه طول حياته. ما هو ده اللي انا قلته له، يعني انا بعد ما قفلت مع مراته وبديله التليفون لقيته بيقول لي هو انت استريحتي كده؟ قلت له انا هخليك كل ما تبص في عين بنتك تفتكرني، وقبل ما تمد ايدك على اي بنت تانيه تفتكر طريقه امك وهي بتتحايل عليا فاني ما اعملكش محضر. قلت له انا متاكده ان عقاب القانون ما كانش هيبقى قوي زي ما انت هتشقى. لا 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 بصي، احنا برضو مش عايزين نغفل او نقلل من قيمه عقاب القانون في الحالات اللي من النوع ده، وهي الدنيا في الاول وفي الاخر مش غابه، لازم يكون في قانون يحكم العلاقات وبين المواطنين ويكون في عقاب راده. لكن كونك انك انت ارتضيتي انك انت ما ترجعيش القانون في حاله زي دي، وانك عملتي عقاب، عارفه زمان كان في المسلسلات لما حد بيعاكس واحده في الشارع كانوا بيحلقوا له شعره.
ويقعد كتير قوي بشعره فيبان طول الوقت ان هو عمل عملة رهيبة جدا ومتعاقب عليها. فطبعا حاجة فكرة نميسة الحقيقة منك انك انت في ساعتها فكرتي فيها، انا بحييكي جدا عليها. ومش عايزين نعممها برضو يا جماعة، لانه في الاول وفي الاخر احنا في دولة قانون ويجب ان احنا نلتزم برضو بالقانون، لكن في بعض الحالات يمكن يكون العقاب ده اقصى على هذا الرجل في وجود امه وزوجته وبنته. انا بوجه لك تحية مرة تانية يا اسراء، ولكل بنت بتواجه التحرش بمية طريقة هي عايزاها وشايفة ان هي هتحقق لها الرضا وان هي تكون فعلا اخدت حقها. والمهم انك ما تتكسفيش ابدا وما تخافيش من انك تجري ورا حقك باي طريقة. الخبر الثالث معانا وهو ان القصر الملكي في المغرب اعلن ان العاهل محمد السادس وافق على السماح للنساء بمزاولة مهنة العدل، وبذلك سيكون بوسع المرأة أن تدخل مجال توثيق عقود الزيجات والطلاق والبيع لأول مرة. وأوضح المتحدث باسم القصر الملكي في المغرب عبد الحق المريني أن القرار جرى اتخاذه بناء على أحكام الشرع المتعلقة بالشهادة، وقال أن المرأة المغربية أظهرت كفاءة واقتدارا في تولي المناصب. ولقى القرار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرته مدافعات عن حقوق المرأة خطوة لتعزيز المساواة بين الجنسين. الخبر الرابع معانا وهو برضو خبر عم تعمله شير بشكل كبير جدا، بوست بعنوان صورة مع الاستقالة إلى من يهمه الأمر، وهي صيدلانية اسمها مريان وفيق صليب قدمت طلب استقالة، حرلكم جزء منه. أتقدم إليكم اليوم باستقالتي نهائيا من العمل وإعفائي من كل مهام الوظيفة، وهذا موضح أدناه للأسباب التالية. لقد عرفت الحياة يا سيدي، رأيت وجهها الصارم الذي لم أكن أراه طوال سنوات حياتي السابقة. عرفت معنى أن تكون دائما متوترا، دائما في حالة قلق وحيرة وانزعاج تام يفقدك سلامك الداخلي. لقد أمضيت في خدمتكم سنة وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوم، نسيت كيف أبتسم بدون هم، دخلت المكان متحررة منطلقة مشرقة مملوءة بالأحلام والخيال، كنت أرى الكون مكان واسع كل شيء فيه ممكن، كنت أكتب قصص وأقرأ كتب وأطير مع المزيكا، ومرور الوقت وجدت نفسي أتحول لشخص خامل، شخص لا يحلم بشيء ولا يتطلع إلى شيء، لا يريد أن يكون أي شيء. وجدت سلامي الداخلي يزول، وجدت كياني كله يتحطم، وتراكمت الأتربة على كتبي المفضلة، أدركت أنها فانية ولا تستحق أن عقد العمل أبيع به سلامي. هذا الصرح العظيم جميل جدا وناجح جدا، لكنه ليس مكاني أبدا ولن يكون. مهم يعني، واسترسلت الحقيقة في هذا الكلام. الفكرة كلها إن هي ما لقتش فعلا نفسها في الشغلانة، وقررت إن هي تمشي، وقررت إن هي تقدم الاستقالة بشكل مهذب جدا، بشكل لا يعيب المؤسسة اللي هي بتنتمي إليها، ولا يعيبها هي كمان، ولا يعني ولا ينسب لها أي تقصير في أداء عملها بأي شكل من الأشكال. التعليقات الحقيقة انهالت عليها جدا، إن هي كويس إن هي نمرة واحد عارفة نفسها، وده دايما اللي إحنا بنتكلم عنه من خلال برنامجنا يا جماعة، إن كتير قوي من المشاكل اللي بنقع فيها في حياتنا هي إن إحنا مش عارفين نفسنا. احنا بنغفل ان احنا نتعرف على روحنا، وبالتالي بنتجوز غلط، وبنختار شغلانه غلط، وبنكمل حياتنا كلها في سلسله من الاخطاء المتواصله، لان احنا ما خدناش ثانيه وقفنا وقلنا احنا مين واحنا عايزين ايه. الخبر الخامس خبر مهم جدا لكل الستات اللي عندها ولد بتربيه، لان الراجل ده هو اللي هيفتح البيت مقدما، وهو اللي هيساهم في انشاء يعني أسرة كريمة، هيكون هو رب هذه الأسرة وعائلها. ومهم قوي أن الست والأم هي الأساس في تربية هذا الولد. اعرفي الفرق بين حبك لابنك وبين تسلطك عليه. حول فكرة ارتباط الأم بابنها وكيفية تعاملها معه في الطفولة حتى بلوغه ليصبح شابا، بتقول الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية أن هذا النوع من الارتباط تخطى حدود الخوف الطبيعية إلى حدود الخوف المرضي لدى الأم، وهو ما يؤثر سلبا على شخصية طفلها خاصة عندما يكبر ويصبح شابا. وتضيف الدكتورة هالة حماد أن أحد الأمهات ظلت تمنع ابنها من الخروج وحده حتى بلغ 15 سنة، وما زالت تمارس سيطرتها عليه لهذا الوقت، ما تسبب في وجود فجوة بينه وبين العالم الخارجي ومشاكل نفسية كتيرة جدا بيواجهها. احنا معانا على التليفون دكتورة هالة حماد أستاذ الطب النفسي. ألو.
ايوه اهلا بيكي. مساء الخير يا دكتوره هاله، وحشتينا. مساء النور، وانتي وحشتيني خالص. ازيك يا حنان، عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم. يمكن حضرتك يعني تطرقتي لموضوع مهم جدا جدا جدا، يمكن بنعاني منه دلوقتي كتير في الشباب الصغير المقبل على الزواج، لان عندنا مشاكل كتير قوي. يمكن يعني الاسم المتعارف فيها ان الولد يطلع ابن مامته، واقع وسبب في طلاق كتير. تمام. ودي مشكلة بنقابلها وبقابلها في عيادتي، سواء في علاقة الأم بالطفل من صغره مع المراهق بعد ما يتجوز، وممكن الأم بتتسبب في حالات من الطلاق كتير، خاصة في السنوات الأولى من الزواج. تمام. لو أنا هقول أول حاجة، في أنواع من الأمهات. أول أم، الأم المسيطرة اللي هي بتتخذ جميع القرارات، اللي بنسميها أوفر بروتكتيف، اللي هي بتحمي ابنها وبتتخيل انها بتحميه من العالم، ولكن في واقع الامر بتعجزه، بتمنعه من اتخاذ اي قرار، ما بتخليهوش يقدر يعمل علاقات وصداقات. بس ده وارد انه يكون على بنت او ولد. ممكن، بس احنا ما بنقبلش ده على الولد. ممكن البنت لو هي اعتمادية شوية بنقول ماشي، دلوعة في حضن ابوها في حضن جوزها مش مشكلة، لكن الرجل، المرأة تتوقع منه قوة القدرة على القيادة والتقييم طبعا، قدرته أن هو يقود المركب ويبقى مسؤول، رجل مسؤول، قدرته أنه يعرف يقول لمامته لأ لو اختلف معاه في الرأي، ولصاحبه لأ لو اختلف معاه في الرأي. وده ما بينفعش مع الأم المسيطرة، لأن هو بتطلعه فاقد القدرة على اتخاذ القرارات، فبيرجع لها في كل حاجة، ودي من أكتر الحاجات اللي بتستفز الزوجات. لو قلت لحضرتك ايه اكتر الاخطاء الشائعه اللي الامهات بيقعوا فيها اثناء تربيتهم للذكور او للابناء؟ اكتر حاجه بشوفها بجانب السيطره الكامله والعصبيه والعنف، وطبعا عايز اقول على حته العنف ان دلوقتي في بحث جديد بيقول ان الام اللي بتضرب او الاب اللي بيضرب ابنها لما بيكبر بيكون نسبه ان هو يعتدي جنسيا على الانثى اعلى، ودي بحث جديد طالع. فده اول حاجه بالنسبه للعنف. تاني حاجه الام المتقلبه، يعني الام اللي حنينه جدا ولكن لها وجه اخر عنيف جدا. الام دي بتخلي الابن مش عايز يقرب للمراه، وبيكون بينه وبين زوجته جاب، يعني مسافه، انا لا عايز خيرك ولا عايز شرك. لانه بيسقط مشاعره السلبيه من امه على زوجته، ومش عايز يقرب لها لانه لا يشعر بالامان في وجود المراه. طب دكتوره هاله، كانت متقلبه. خليني اسال حضرتك النهارده كبنت مقبله على الزواج من شاب، هي واسرتها وابتدوا يتعرفوا على الشاب واسرته، ايه هي العلامات اللي ممكن توضح لي اذا كان هذا الشخص ابن مامته؟ بصي، حاجات صغيره جدا. هل هو لو اختلف هو ومامته في رؤية حاجة، سواء في الجهاز في الفرح، هل هو بيتمسك برأيه ولا رأيها اللي بيمشي؟ لما بيجوا بتسألي سؤال، هل هي بترد عنه ولا هو اللي بيرد؟ هل هو عصبي معاكي بطريقة كده تلاحظي انه هو عنده مشاعر سلبية ناحية المرأة، فتلاقيه لطيف مع الرجالة ولكن عصبي وينفعل على المرأة؟ بتلاحظي الأم هل بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة، وهي اللي بتقول لك ايه المفروض يحصل وايه اللي مش مفروض، ولا هو اللي بيتكلم دايما؟ حتى هل بتحس ان هي عندها معلومات في علاقتكو؟ يعني او تقولي مثلا محمود امبارح قال لي ان انتوا رحتوا اتفرجتوا على نجف وما كانش عاجبه كذا، فتعرفي ان هو بيحكي لها كل حاجه. فهي حاجات صغيره كده بتلاحظي العلاقه بينه وبين الام، وتلاحظي ان هو متردد، يعني كل ما تقفوا تشتروا حاجة مش عارف ياخد القرار. واضح ان الموضوع ده يعني كبير. احنا عايزين بقى حضرتك تكوني موجودة معانا هنا يوم نفنده كله كده من اوله لاخره، علشان ما نقعش في الغلطات دي، وعشان الجيل الجديد بقى خلاص، في جيل اتضرب، نلحق بقى الجيل اللي طالع جديد وهو بيربي الصبيان. تمام، حضرتك تنورينا ان شاء الله مره في البرنامج نتكلم عن هذا الموضوع. ويمكن كان في مقوله مشهوره جدا بتتقال، مش عارفه هي مين اللي قايلها، لكن بيتقال دايما ان لو عندك الست تقول الراجل، يعني لو عندك اي شيء سلبي عايز تقوله عن الستات روح البيت وقوله لوالدتك.
وده حقيقي. عندنا بقى تقرير كاميرا سيدات يا نساتي نزلت صورت مهرجان الأطفال بعنوان إجازة سعيدة، نظمه صندوق التنمية الثقافية لتعليم الأطفال ورش فنية زي الرسم والتلوين والخط العربي والأشغال الفنية واليدوية، وكمان بيقدم عروض فنية للأطفال. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نبدأ مع حضراتكم فقرات حلقتنا. مهرجان اجازه سعيده من اول ما الفكره بدات اطلقنا صفحه الصندوق التنميه الثقافيه، وكل صفحات اللي تابعه لمراكز الابداع اللي تابعين للصندوق اطلقوا الاسم المهرجان واعلنوا عنه، وبدات عمليات التواصل الاجتماعي كان على صفحات الفيسبوك، ودي كانت اول حركه. الحركه الثانيه التسويق داخل صندوق التنميه الثقافيه بكل الموظفين، اجتهدوا مع النوادي ومع المدارس ومع الحضانات اللي ما زالت شغاله بحيث ان هم يعملوا رحلات بجانب الجزء بتاع التواصل الاجتماعي للاسره. النهارده احنا بنعمل لهم زي عمليه توعيه وتنميه ثقافيه للخط العربي، مش كل الاطفال عارفين يعني ايه خط عربي ويعني ايه انواع الخط العربي ويعني ايه الحرفيه في ان انا امسك القلم بتاع الخط العربي واكتب بيه وكده، وايه الفرق ما بين ان احنا نقول خط حلو وخط وحش. مفيش حاجه اسمها خط حلو وخط وحش، لكن في ان انا بكتب صح ولا بكتب غلط. احنا بنعمل انشطه فنيه مختلفه، وبقى في عروض سينمائيه وفي اراجوس كمان النهارده، فكده النهارده يوم متكامل يعني كل حاجه. ومن ناحية الفنية بقى نشتغل على حاجة كده يعني ان هم يرسموا بورتريه، وبالنسبة للأطفال بنبسطها لهم ان هم يرسموا الوش بقى، فنخليهم النهاردة يعني يثبتوا ذاتهم يرسموا نفسهم أول مرة، يعني هنشوف هيعملوا ايه ان شاء الله. جاي ألون وألعب وأعمل كل حاجة نفسي فيها. جاي شلالة. أنا بحب أرسم، بعرف أرسم وردة. جاي أرسم. جاي أرسم ولا شاركوا في مجموعة أكتيفيتي يتعرفوا على أطفال تانية، يبقى في نشاط اجتماعي ليهم، تتنمى بعض الأجزاء الفنية عندهم، ممكن نكتشف فيهم موهبة أو حاجة، يعني حاجة هتنفعهم يعني، خصوصا ان احنا في أجازة طويلة على ما ترجع الدراسة. يعني حاجة جميلة، أحسن يبقى كل حاجة ان احنا بس مجرد بنلعب بنعمل الألعاب التقليدية اللي هي الحركية، لا حلو ان انا انمي وان انا استخدم مهارات الطفل ان انا اقدر اطلع حاجات عنده. يعني انا بعرف من خلال الحاجات دي بيبقى في ناس ممكن مش عارفة مواهب عند الأولاد، وبنبص بنكتشف ان لا بتطلع حاجات حلوه، فانا بشجع الحاجات دي وحابه انها تبقى اكتر. يعني بتنمي حاجات كتير عند الاطفال وبتخليهم يستفيدوا من الاجازه، تبقى احسن بالنسبه لهم، ما يضيعوش وقتهم في حاجات فاضيه وما لهاش لازمه. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومنورني في الاستوديو الأستاذ الصحفي والزميل الإعلامي الأستاذ حمدي رزق. مساء الخير يا أستاذ حمدي، منورنا يا فندم. ربنا يخليك، أهلا بك. زي ما قلت كده في المقدمة، احنا مبدئيا حواراتنا إنسانية، فاحنا ايه ما بناخد وندي ايه في الكلام بطريقة ايه انسيابية براحتك خالص. تمام، هنبتدي من الآخر، هنبتدي من الكتاب. دي آخر محطة حضرتك حاليا، كان يا دوبك حفل توقيع الكتاب مؤخرا، كرياليسون في محبة الأقباط، يوم الأحد الماضي. يوم الأحد الماضي في محبة الأقباط. كاميرتنا كانت موجودة وحنعرض دلوقتي، بس عايز أتكلم الاسم. أنا عارفة يعني إيه كرياليسون يعني، بس يعني الاسم مش معنى كرياليسون. والله بحشوفي أنا أولا الاسم مميز جدا جدا ومثير للانتباه ولافت. ومع اصدقائي يعني استاذ عاصم حنفي والاستاذ اسامه سلامه كنا بنتناقش في الاسم. استاذ عاصم كان وجهه نظره كفايه في محبه الاقباط، لكن انا واسامه كنا مغلبين الفكره اللي هي طلع بها الغلاف اللي هو الاثنين مع بعض في محبه الاقباط. دي الرساله، رساله المحبه اللي بكناها لاخواتي واهلي وناسي في كل مكان. وكريليسون انا اقصد بيها تعبير، عايز اقول باشير للنقص المعرفي الشديد جدا
بعقيدة إخواتنا. الناس مش عارفة حاجة عنهم. الناس تدعي المعرفة وهي ما تعرفش. صحيح. الناس تدعي الفهم وهي مش فاهمة. الناس مش مذاكرة. وكتاب مصر كبير قوي وواسع وعريض وصفحاته كتير قوي. محدش عارف حاجة عن الفترة القبطية، محدش عارف حاجة عن البابوات، محدش عارف حاجة عن التناول، محدش عارف حاجة عن أسرار الكنيسة السبعة، محدش عارف حتى المسيح بكى إمتى عليه السلام، محدش عارف. وعشان محدش عارف الجهل خطير، وفي مساحة الظلام والجهل وعدم المعرفة تنبت الأعشاب الضارة. في مساحة فاضية، المساحة الفاضية دي بيحتلها أصحاب الهوى. ومن يعني يستبطنون شرا بالناس جميعا. طب احنا ليه مقصرين في معرفة تاريخ الأقباط في مصر؟ نقص معرفي تعليمي تثقيفي، في أشياء كتير جدا ناقصانا. وانت لما بتتكلمي عن دولة جديدة زي اللي احنا بنحاول نحط أسسها الآن، ما انت محتاجة تعرفي، ولما تعرفي تفهمي، ولما تفهمي تعملي الخطة المطلوبة لإعادة تدوير الحالة المصرية على أسس جديدة. تاريخك محتاج يتكتب من جديد على أسس عدل وإنصاف بين البشر. محتاجة كتبك تتنقى من كل الأعشاب الضارة والكلمات الضارة المدفونة في الكتب منذ زمن. محتاجة كمان، بس ده لما بيتعمل دلوقتي يا أستاذ حمدي بيلقى يعني في تعنت شديد ضده. يلقى ما يلقى، التغيير بطبيعة الحال بيجد مقاومة. الركون والبقاء في المكان والمكوس وتريح الدماغ ورعاة جنب الحيطة وهي ماشية، وإيه اللي هيحصل؟ ما ماشية بقى لها 100 سنة، هو أنتوا هتعملوا لنا دين جديد؟ أنتوا هتعملوا لنا فكر جديد؟ كل ده بيقاوم المرجعية اللي موجودة، الماضوية اللي بتبص وبتحن للنوستولوجيا، مش قادرة تتقبل صوت جديد، مش قادرة تتقبل لوحة جديدة، مش قادرة تتقبل فن تشكيلي، مش قادرة تتقبل جيل جديد كمان مش مؤمن خالص بأفكارنا. الجيل الجديد أصبح جيل مرتهم بالعالم وبحركة العالم. الفيلم في نيويورك بيتعرض في القاهرة وفي اسكندرية. الناس مش قادرة تفهم إن العالم بقى الكون صغير قوي. الموبايل اللي سيادتك قدامك ده خلاص خلى كل البشر في كل مكان في توقيت واحد بيذاكروا مع بعض دفتر أحوال العالم. فبالتالي إحنا كجيل مفروض ما نحكمش على الناس دي. على ذكر دفتر أحوال العالم، يمكن التقارير الصحفية كلها اتكلمت عن هذا الكتاب وقالت انه هو دفتر أحوال الأقباط. مظبوط. يعني حضرتك شايف تعبير دقيق جدا، لان هو مش يوميات، لا هو دفتر أحوال. ودفتر الأحوال ده تعبير كان بيتحط فيه الحوادث. ماشي. الجديد ايه؟ ان مش حوادث، ده أفراح وأحزان، ده دموع وألام، ده دعوات للرب واستغاثات بالمسيح، ده قديسين وأولياء، دي كرامات، ده مسلمين بيزوروا جبل درونكا عشان مولد العذراء، ده مسيحيين بيزوروا مولد الحسين عشان البركة، دي بشر زي الألماس جواهم طيبة وحنان وحب. المصري شخص بسيط جدا وقنوع جدا وصبور جدا، وكل أمنيته في الحياة إيه؟ ستر العيال وسترة البنات واربع جدران وفي الآخر ميتة طيبة وربع قرآن في عزة في صوان او في مصليه. وفي العزاء ده على فكره هيقرا صورتين زي ما انا شفت في بلدي، مريم هيقرا صوره مريم، وتحسي من قرايه القران وهزي اليك جزع نقلتي تساقط عليك رطبا جنيه، تحس بطعم البلح، بطعم الرطب.
ثم يختم بصورة يوسف، وهيت لك وهئت لك وهيت لك، وبعد ما بيصور شكل الخطيئة التي كانت تحدث وقال معاذ الله. فكل من الجالسين يستغفرون لأنهم ذهبوا مع ما ذهبت امرأة العزيز في إغواء سيدنا يوسف، ولكن ربنا عصمه. الفكرة نفسها فكرة مريم ومجدة وسوسن، كل ده أسماء مشتركة. وحنان أسماء مشتركة، مش أنت اسمك حنان الديب؟ وفي حنان مفيد فوزي. بالظبط. مظبوط؟ يعني أنتوا الاتنين أهو تقريبا، وأعتقد أنتوا أصدقاء كمان، بس عايز أقول إيه؟ كان في حمدي وفي مجدي وفي مكرم وفي عادل وفي كل دولت أسماء مشتركة. تعرف ان المسيحيين عندهم عبد الله؟ الله ينور عليكي. مش اذا احنا او المسلمين عندهم كارولين؟ ايوه. اذا احنا مشكلتنا في ايه؟ لما بيغور ماء المحبه في غيابات الجب ويتسرب من ايدينا في رمله الصحراء بتاعتهم اللي هم عايزين يعيشوا. بس انا مؤمنه، معرفش او يمكن انا حالمه شويه، ان لغايه دلوقتي البني ادم المصري جواه خليط عجيب جدا من كل اللي حضرتك قلت عليه ده. قلت لك ده سبيكة. محتاج بس حد ينفضه. ينفضه ازاي بقى؟ ينفضه بالظبط. بيحصل ازاي؟ في الملمات الكبيرة العظيمة. ده اللي بيطلع. في مسجد الروضة. كله بيبكي. تعرفيش مين اللي بيبكي؟ مسيحي ومسلم، ما تعرفيش. كنيسة البطرسية. ما تعرفيش مين اللي بيبكي؟ مسيحي ومطرس. وكمان ايه؟ لما يتهدد الوطن. في 30 يونيو كنت تعرفي حد؟ لا مش حد ولا الهوى. لا، في 3 يوليو، مش نفس المنصة اللي جمعت الرئيس والبابا جمعت شيخ الأزهر؟ انت ناسيها؟ مظبوط. لا مش في كل وقت، في كل وقت. انت بس انتوا الناس مش بتذاكر مع بعض، عشان كده الكتاب ده بيقول لها ذاكروا مع بعض. ففقه الفصل الأخير، فقه المواطنة الشعبية. القسيس اللي راح في المحلة عند الشيخ سعد الفقي واشترى صكوك عيد الأضحى، صكوك الأضحية. لا، والقسيس اللي في مسجد الرحمة اللي راح وقف في صلاة العصر مع الناس وهم بيصلوا وهم بيفتتحوا المسجد. وهلما جرى من آيات المواطنة الشعبية. أنا الحقيقة معجبة جدا باللفظ بتاع فقه المواطنة الشعبية ده. ده لينا احنا قاموس خاص. أنت عارفة أنا رحت عزا في السبتية. العزا ده كان بتاع أبو صديق لنا، رسام كبير مسيحي. فأنا قاعد ما بين العزا الأولى والعزا الثانية، دخل أزهري لطيف شيخ المسجد في الناحية، دخل وخد الميكروفون ماشي وقرا ربع قرآن. ده في السبتية. دي حاجة لا يمكن حضرتك تشوفها في أي حتة في العالم غير عندنا. طيب ما أنا بقول لك أهو، لما يجي في عيد الأضحى شوية شباب لطاف يطلعوا من بدرة اسمها بحبك يا مسلم. ألا بحبك يا صديقي. بس عايز أقول لحضرتك على حاجة، المبادرات اللي من النوع ده مش ممكن تكون بتعمق إحساس إن إحنا عندنا مشكلة فعايزين إن إحنا نحل هذه المشكلة؟ ما إحنا عندنا مشكلة. إحنا عندنا مشكلة. والعاملين عليها بيعمقوها وبيجزروها. في جذر طائفي عافد موجود في المجتمع بينفس ورد بالسبشوك، يعني بينفس شوك. بدل الورد شوك. بيطلع يعني مفروض الشجره فيها ورد. هي طالعه مش ورد. اختصر الورد بتاع الوطن بالشوك، فبيزرع حقل اشواك. كل مره ايدينا بتدمى. يعني ايه اللي بيحصل في كوم اللوفي وبيحصل هنا وبيحصل هنا؟ لا مش هم، يعني انا مش يعني، ما هو برضه في اصول. انت هنا النهارده في جذر عفن متعفن مبني على سلفيات مهجوره منقرضه منعدمه، بيحيوها من جديد، بيحوا فقه خاص بيهم. خلاصته اكرهك. خلاصته اكره الاخر. قبل ما اكره الاخر اعرف ان في اخر. مفترض ما نعرفش ان في اخر، لان احنا واحد. وبعدين فكره عنصريه الامه انتهينا منها من زمان، لان هو عنصر واحد اثبتت فشلها. لا، وعنصر واحد بالظبط. ما هو في كورولوس في الفصل في المواطنة الشعبية، على فكرة ميت في نفس الهجوم الإرهابي اللي مات فيه محمد. ده فصل. لا، ما هو السؤال مش الدم واحد؟
والاصل واحد والاصل واحد والارض واحده والارض واحده والبشر متنوعين. انت ليه يعني عايزني انت بتحاسبني على الديانه ليه؟ انت مالك بالديانه؟ هو انا ما انت يعني انت كل لازم تسالني على ديانتي ليه؟ انت يهمني انا انسان حضرتك صالح. حضرتك مع ان احنا نشيل خانه الديانه من الرقم القومي؟ ده انا كنت احد المدافعين على الدكتور عن القرار العظيم للرجل المستنير العظيم دكتور جابر نصار. وعلى فكره ده داخل في فصل فقه المواطنه المجهضه. ده اصل في الموضوع. وبعدين الدكتور جابر عمل ايه؟ قال انا في الشهادات محتاج مسلم ولا مسيحي ليه؟ ما هو السؤال في كل حته قلت مسلم ولا مسيحي؟ مسلم. طب بمناسبه ايه؟ يعني السؤال بمناسبه ايه؟ ماشي. فامر غريب جدا. لا انا كتبت كتير مع الدكتور جابر وكنت حتى كنت لومت وزير التعليم العالي في هذا التوقيت الدكتور الشيحي لما وقف ضد القرار وقلت دي مسؤوليه رئيس الجامعه وهذا امر مهم جدا. وبالمناسبه حتى لجنه حمايه الدستور وقفت معاه وناس محترمه كتير وقفوا معاه وقطاع من المجتمع المصري وقف معاه. بس لم يتم الغائها؟ لا في الجامعه الغيت. ماشي بس انا بتكلم بقى في العموم. في العموم ده بقى النضال بتاعنا. اصل بصي ما انتش هتاخدي السلم قفزه واحده، مش هتعالجي تراث فترات طويلة إذ فجأة بقرار. لا احنا بنقول دايما الموضوعات المجتمعية المتجذرة في التربة والمتشربة بقى التربة اللي طبلت دي محتاجة الأول تتحرت عن الشمس تخبطها عشان تنشف فكل الأضرار دي كلها ثم يعاد حرصها مرة أخرى وبعد كده تتحط السماد النظيف ثم يتحط البذرة النظيفة فيطلع شجر نظيف. يعني يعيش بقى. لا لا نبدأ. ما هو طبعا احنا اوريدي مش هما بيقولوا التعليم والصحه هو ايه اللي بنعمل النهارده؟ احنا بدانا في موضوع التعليم. تمام. بدانا بجد. ماشي. والصحه بدانا بجد. اول ما اقر قرار التامين الصحي انت بدات بجد. واول ما تبداي فلسفه المدارس اليابانيه وهذه التفاعلات مع العالم الخارجي وتعليم في الخارج فانت بدات بجد. الثمر يثمر مش لازم لنا بس على الاقل يجي جيل تاني. يجي جيل تاني. محدش يساله انت مت مسلم ولا مسيحي؟ ده عيب. والله عيب. والله هذا السؤال يدخل في اطار العيب. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. يعني انا كان حظي حلو ان انا كنت في مدرسه رهبات فانا اتربيت في بيئه ما بعرفش خالص ايه الفرق ولا عندي خالص هذا الموضوع وما كانش عندي اصلا اي خلفيه ان ده موجود حتى في الحياه الخارجيه. انا صدمت لما خرجت ودخلت الجامعه بان الافكار دي موجوده. موجوده. فالواحد كان بيبص لها ان هو مستغرب جدا ايه ده انتوا ازاي بتفكروا كده. وبعدين بعد فتره بقى من خلاص الحياه بقى ودخلنا في المعترك العام واشتغلنا وكل ده اكتشفت ان دي افكار موجوده بشكل مفزع الحقيقه وما بتبقاش حضرتك ومفزع كمان. ومفزع كمان ويأذيني انا لما الاقي صوره تطلع في قريه الجرنه او كنيسه الجرن الناس بتصلي في الشارع. لا. وبيضحكوا ومبسوطين وبيعيدوا. يقول لك اصل المسلمين بيصلوا في الشارع. بيصلوا في الشارع. المسلمين بيصلوا في الشارع لان المسجد موجود اصلا بس فاض بقى ايه؟ بقى بعددهم. لا وبعدين مش في فرق قوي جدا كمان. احنا المسيحيين عندهم ارتباط قوي جدا في كل مناحي الحياه بالكنيسه. على مستوى شكل الصوره. شكل الصوره المسجد اكتمل وفاض فخرجوا الناس للشارع. ماشي. وحتى بيتقوا بقى اول. لكن انت اصلا ما عندكش مكان. ده انا رحت اعمل كنيسه او كان عندي كرسيين هقعد اعمل عظه والقسيس يجي يزورني مره انت منعتني. واللي منعني واحد معايا وعايش معايا. ماشي. طب السؤال هل ده ينفع؟ اذا عشان كده لما طلع قانون بناء الكنائس انا كنت ضده وكنت عايز قانون دور العباد. مظبوط. ماشي. ورغم ذلك لما طلع اللجنه مش اكتف بالقدر الكافي. لا. وانا كتبت اكتر من مقال وحمدت ربنا ان القائم باعمال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع بيهم. طب الناس قدمت الطلبات نبص في الطلبات اللي مستوفي نعديه. يعني نعمل ايه؟ نعمل طب نفتح الدنيا شويه نبقى جوله اولى. جوله اولى اللي صالح او الحاجات اللي ما عليهاش خلاف عدي وهكذا الامور. طب انت بتبني كنيسه عظيمه جدا في العاصمه الاداريه لكن لازم اخد بالي من حاجه وانا ببنيها لازم ابقى لازم افتح كنيسه الجرن. هل فتح كنيسه الجرن كان محتاج هذا التدخل الرئاسي المحترم عشان كنيسه الجرن تتفتح؟ لا.
ده انا محتاج اصل ده انا في رايي الشخصي زي ما المسيحيين بيساهموا في بناء المسجد انا كمان اساهم في بناء الكنيسه. طيب سيبوا الفقه المواطنه الشعبيه يسري. سيبوا فقه المواطنه الشعبيه يسري. هنخلص على كل حاجه. بتتفاعل مع ده وتقول ممكن تتبرع للبناء. هوا نضيف. اصل الناس الطيبه لا ينتج منها سوى كل طيب. اما الاشرار ومعروفين بينفسوا عداء للمسيحيين بلا سبب واضح. حتى انا سالت كبيرهم الذي علمهم الشر، انت بتكرههم ليه؟ ازوك في ايه؟ طب يعني انت لما بتلاقي حادثه تحيق باخواتنا وتلاقي الدم مسال في البطرسيه، انت وشبعت نوم؟ يعني ارتاح ضميرك؟ هل انت كده ارتويت من دمهم؟ هو السؤال لماذا تبتدرهم دائما بالعداء؟ لماذا كل يوم في فتوى ضدهم؟ طب انت عايز منهم ايه؟ يعني السؤال انت عايز ده يا ستي ده ما خلاش المسلمين حصل في مشكل حصل للمسجد بتاعهم في كندا وكان في تهديدات وحدوته كده فالمسيحيين فتحوا الكنائس واليهود فتحوا المعابد. يفتي وهو في مصر ان لا تجوز الصلاه في المعابد ولا الكنائس. يا نهار ابيض. قالها مش فاهم. انت عايز ايه؟ حتى في كندا. طب مش كفايه اللي انت عامله هنا؟ ويعني ايه يعني يبقى في حزب معلن بيه او معلن برموزه كل هذه الفتاوى تدرب المجتمع؟ مش كده، ما ينفعش. لا ده الحزب ده ليه قصه ثانيه كمان. لا ده مش قصه، ده قصتنا الاساسيه. ايوه ولازم يلتزم ولازم يلتزم بالمواطن اساسا للدستور. يعني انت عارفه مشكل مصر في ايه؟ او مشكل الوقت ده ايه؟ ان ما عنديش قانون منع التمييز. لازم يطلع بقى. وبمناسبه انت برنامجك ستات في ستات والناس الستات بيشوفوه اهم قانون يحمي المراه منع التمييز. حتى اللي انت كنت الشابه الاسراء دي تفتق ذهنها عن حاجه خطيره جدا مرعبه. ده لبسته العار لحد اخر عمره. ده هيعمل تعمل له مشكله اسريه. يعني هي تقريبا حضرتك راضي عن هذا العقاب؟ مش عارف انا كنت يعني مش 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 مش, مش يعني مش بس واضح ان هو اذاها قوي. حابه تاذي قوي يعني. يعني واضح ان رد الفعل من اصل الفعل. يعني بمعنى ايه؟ يعني الفعل ورد الفعل هنا واضح ان هم على قدر متساوي. بفتكر ان قانون التمييز مثلا ما ينفعش ابدا يميز المراه والرجل في وظيفه. ما ينفعش ابدا حتى التمييز الايجابي؟ ما انا لازم اعدي بقى التمييز الايجابي ده. انا عندي ست سيدات محترمات في الوزارة قامات عليا في علومهم وادائهم واخلاقهم. دلوقتي ست ستات. ماشي؟ ست ستات. وبعدين في لحظه كده الرئيس في احدى المرات كده قال لها هو انتوا عايزين رئيسه الوزاره ست؟ انا باكد لك ان رئيسه الوزاره احتمال كبير يبقى ست في القبر الايام وقريب جدا جدا جدا. كويس؟ وفي خبرات في الوزاره اكتسبت خبرات ضخمه جدا تنفع. السؤال بقى هو ايه اللي يمنع الست تبقى وزيره؟ وايه اللي يمنع الست تبقى شغاله؟ ده هو عايز يقعدها في البيت. ده هو مشكلته في الحياه انه عايزها تمشي وراه بخطوه. يعني ده امر غريب جدا. يبقى ماشي هو قدام وساب حرم وبعدها بخطوه واحيانا بخطوتين وهي وبعدين ماشي بخطوه. ده 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 يجيبني السؤال مهم جدا بقى. الست في حياه حمدي رزق. الست في حياه حمدي رزق. انا هسيب حضرتك تفكر في السؤال ده شويه. هنروح الاول فاصل سريع نشوف حفل توقيع الكتاب ونرجع نكمل. أوكي. بقى هتشوف الست فيها. هنشوف بقى الست في حياه حمدي رزق كان دورها ايه. تمام؟ اتفضل. نروح ونرجع. اتفضل. سعيد
سعيدة جدا بهذا الكتاب، وبهني الأستاذ حمدي رزق على إصدار الكتاب، بهنيه على العنوان كيريا ليسون يا رب ارحم، بهنيه على الصورة اللي هو حطها، وبهنيه إن هو بيدق ناقوس الخطر، لأن الفتنة الطائفية هي أخطر ما يهدد مصر. الحقيقة دفعنا اليوم إلى المشاركة أهمية الحدث وأهمية الكتاب وأهمية القضية، فالكتاب يؤكد على أهمية المواطنة المتكافئة والحقوق والواجبات وإعلاء دولة القانون، وهذا ما نؤكده أننا نعمل في إطار المواطنة المتكافئة دون أي تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، وقلنا بنعمل على أن يأتي اليوم الذي نجد وبدأت بوادر ذلك، نجد المسلم يحمي الكنيسة ونجد المسيحي يحمي المسجد، لأنه فرق في هذا الوطن بين حماية المسجد وحماية الكنيسة، فكل حماية لهذا الوطن، نعمل بيد واحدة نرفض كل أنواع التطرف، نعمل على المشترك الإنساني ونرسخ المشترك الإنساني. كل الاحترام والتقدير للإعلامي حمدي رزق حقيقي على هذا الكتاب، أنا يمكن لسه ما قريتوش، لكن لأن احنا في جروب واحد كده على صلة ببعض، فأنا عرفت إيه المحتوى اللي موجود في الكتاب. الحقيقة شيء محترم وجميل ويدعو للمحبة بين الجميع، وإن احنا فعلا كلنا نسيج واحد، و يعني الأستاذ حمدي إنساني قوي وجواه حالة من الرقي والسمو خاصة جدا مترجمة فعلا داخل هذا الكتاب. اسم الكتاب نفسه اسم عظيم، يعني يا رب ارحم، يعني الرسالة كبيرة جدا، وفي محبة الأقباط رسالة مهمة قوي 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 من كاتب مسلم إلى كل أقباط مصر. وكلنا هنا النهاردة مش بنحتفل بس بخروج الكتاب، ولكن بنحتفل إن في خطأ، في تسامح، في مشاكل، في مشاكل، ولكن المشاكل مش عند الناس الطبيعية، المشاكل عند الناس المتشددة، المشاكل عند الفكر المتشدد اللي ممكن يكون يعني بينخر في عظام الأمة المتسامحة أو الدولة المتسامحة. أستاذ حمدي رزق مصري وطني مخلص، في نفس الوقت لديه موهبة كبيرة جدا في الكتابة، في التفكير، لديه قدرة على إنتاج المعرفة، علشان كده كانت فكرته أنه يعمل الكتاب ده. الكتاب ده بيوثق لأشياء في منتهى الأهمية في فترة برضو فارقة في تاريخ مصر. هذه نوعية من الكتابات هي نحن في حاجة لها في المجتمع في هذه المرحلة. أعتقد أن نحن في حاجة إلى إزالة أي لبس، إزالة أي سوء فهم، نحن في حاجة إلى التخلص من تلك الحالة السلفية التي يعاني منها أو تعاني منها أجزاء من المجتمع وأجزاء من إدارة الدولة. فكما أقول دائما أن القوانين الموجودة تعطي مساحة من المساواة، الدستور نفسه ينص على العدالة، نتحدث عن المواطنة، ولكن بتظل هناك الأساليب التطبيق في حد ذاتها هي المشكلة. الدين لله والوطن للجميع، إن دايما بيقول كلنا مصريين، ما فيش حاجة، ما فيش فرق بين مسيحيين ومسلمين. وطبعا بهني صديقي العزيز حمدي رزق اللي تربطني به صداقة قديمة قديمة قديمة، كان دايما بيساعدني ويدعمني في الانتخابات ويمشي معايا وقتيها في شبرا، وأنا مش ناسية الكلام ده. كيريا ليسون كلمة يونانية معناها بالعربية يا رب ارحم، وتعني الكثير، وهو أراد أن يلقي حجرا في بحيرة راكدة لكي يحرك الحب الذي هو في وجدان المصريين. فمصر كما قال الحاضر الغائب البابا شنودة وطن لا نعيش فيه، إنما هي وطن يعيش فينا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وكنت قبل الفاصل بس الأستاذ حمدي رزق عن المرأة في حياة حمدي رزق، وده يمكن يخليني أتوقف عند الإهداء اللي حضرتك كتبه في أول الكتاب إلى وحيدي مازن، نصيحة في كتاب المواطنة، وإلى زوجتي ماجدة اعترافا بفضل. هو ده اللي أنا أقصده، هي الحقيقة يعني لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو فضل، ومن الفضل أن ترجع الفضل لأهله. الإنسانة فهمة وعية ومذاكرة،
بذكر انها زوجة صحفي وزوجة كاتب وزوجة اعلامي، فاهمة ازاي تعمل الجو المناسب اللي يقدر فيه يبقى انسان على قدر المسؤولية. شاطرة يعني ما بتتركش التفاصيل، هي سيدة التفاصيل، وبالتالي الكرافات ده لا هو ده يبقى ده، لها تركيبة معينة، بتنزعج قوي لما يبقى مودي وحش لان هي عارفة ان مودي وحش بيبقى عندي مشكلة في الكتابة. شالت عبء كبير جدا جدا جدا. زوجة الكاتب يجب ان يكون لها مواصفات خاصة؟ زوجة الكاتب مفروض انها كلها مواصفات خاصة، لكن كمان لما بتبقى من نفس السياق ومن نفس الجلدة ومن نفس الفكرة وشغالة في نفس الفيلد بتبقى الامور بالنسبة لها اسهل. رغم ان البعض بيقول ان زواج المهنة الواحدة مش ناجح، بتقديري بيتوقف على الشخصين والمرأة بشكل اكتر. ليه؟ الاستيعاب، فكرة ان انت تفنى للاخر او يعني تبقى انت شمعة بتحترق للاخر، دي كلها مواصفات لسيدات ما بقوش كتار. يعني النموذج اللي بتكلم عنه نموذج زوجتي وانا يعني لا ازكيه على الله، يعني مش 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 كتير دائما وابدا. النماذج اللي زي دي قليله لانها متربيه كويس، لانه برضه لاحظي حاجه ان الاجيال القديمه كانت بتربي بناتها بشكل سياق مختلف تماما، للمعيشه للتربيه للتنشئه، بيخلقوا نماذج. انا فاكر كانوا بيعلموا، كانت امي تعلم اختي الخبيز فتقعدها وتمسكها المصبه وتعلمها، وكانت بيفهموا الاولاد والبنات بيقعدوهم جنبهم وهم بيعملوا كل شيء عشان لما يخرجوا ما يبقاش محتاجين علام متعلمين. لما جيت القاهرة لقيت حماتي كده. فالتربية كانت، انت عارف انا وعلاقتي بحماتي الله يرحمها كانت علاقة غريبة جدا، كنا بنحب بعض جدا. لا والله. والله يعني طب بتقف كتير في صف حضرتك بقى؟ لا على طول. مش في صف حضرتي بعض الاحيان، على طول باستمرار. ام حمدي دي كانت ست عظيمة جدا جدا جدا. الحاجة فتحية دي شيء يعني شيء راقي وشيء محترم وشيء من الزمن الجميل، حتة عنبرة جميلة لطيفة جدا. لا 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 ده 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 شعر. ما تخلينا صريح يعني، انا شوفي انا شفت جدتي الحبوبة روحية. كانت بتصحيني من النوم بتقول لي صباح الخير وانا بصبح، يا ورد الجنين فتح اللي يشوفك يا حماده قد اللي عندي، قول لي يا حماده وما يصليش على النبي لا يصبح ولا يربح. وشفت امي ازاي بتصحيني الصبح، وشفت كمان حماتي ازاي لو عامله اكل حلو ما تحطش الاكل لما اجي، او اذا اكلته انا هاكل معاه. طب دي شخصيات تنسي. ما هو ده اللي انا قصدي، ما فيش منهم دلوقتي. ليه؟ ليه 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 ليه؟ مش عايز اظلم الاجيال الجديده، لا بس في سياق جديد. عايز اقول ايه؟ طب احنا معانا تليفون هناخده علشان مستني كتير لازم ناخده. اتفضلي. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء الفل. ازي حضرتك يا استاذه ماجده؟ الحمد لله كله تمام. سمعتي حضرتك الشعر اللي كان بيتقال في الوالده؟ ده كلام كتير قوي قوي قوي، وكان في قبله وصله تانية في حضرتك، بس يعني انا استوقفتني الشعر بتاع الوالده ده الصراحه. هي فعلا علاقة ماما وحمدي كانت علاقة خاصة جدا جدا جدا، وهي كانت تحبه قوي 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 يعني. طب ما كنتيش حضرتك بتتضايقي بتغريش كنت من العلاقة دي؟ لا بالعكس، كنت ببقى مبسوطة جدا لأن هي كانت بتقول له أنت ابني وضاف لأولادي يعني، فكانت دي حاجة بتريحني إني لما علاقة مامتي بجوزي كويسة بالتأكيد هينعكس عليا أنا كمان. طب انا كنت بسال الاستاذ حمدي دلوقتي ان هل زوجة الكاتب يجب ان يكون لها مواصفات خاصة؟ رأي حضرتك ايه؟ طبعا اكيد هو ما قال زوجة الكاتب لازم تكون مناضلة. لكن كمان انا بأيد حمدي في حاجة، ان هو فكرة زواج المهنة الواحدة بقى سواء في الاعلام او في الصحافة او في الطب او في اي تخصص يعني بيرجع للشخصيات مش بيرجع للمهنة، يعني بيتوقف على الشخصية مش بيتوقف على مهنة صاحب الشخصية. ففعلا والجزء الأكبر أو العبء الأكبر في ده بيبقى على الزوجة مش على الزوج، لأن احنا دايما عارفين إن الزوجة هي اللي بيبقى عليها العبء الأكبر في المسؤوليات والاحتمال والتربية،
لكن هي زوجة الكاتب لازم تكون حد متفتح جدا، حد يستوعب اللي قدامه، مش عايز مش مستنية هو يقول لها أنا تعبان أو أنا مبسوط أو أنا زعلان، هي تعرف موده وتعرف إمتى تكلمه وإمتى تتناقش معاه وإمتى تقول له عندي مشكلة وإمتى ما تعملش الكلام ده كله. فده بيوفر كتير جدا على الكاتب في حاجتين، في إنه هو يبقى مطمئن نفسيا، وحاجة تانية إن يقدر ينتج أو يقدر يبقى إنتاجه يقدر يحقق الإنتاج اللي هو التارجت اللي هو عايزه. قبل ده كله بقى عايزة أقول نقطتين. أنا فرصة أن أنا بارك لحمدي على الهواء على كتابه. أيوة. وهو ده على فكرة تاني كتاب. وأنا عايزة أقول أن الكتاب الأول كان عن الإخوان المسلمين، وده كان أيام ما كانوا في الحكم، وكنت طبعا مرعوبة جدا عليه، ولكن كان وش الكتاب حلو قوي. لا ما احنا اتفقنا أن زوجة الكاتب يجب أن تكون مناضلة. ايوه بس ده ما يمنعش الانسانيه اللي جوايا، حته الحته الانسانيه ما اقدرش يعني اوديها فين يعني. اكيد طبعا ما ينفعش. فكنت ببقى مرعوبه طبعا عليه، لكن كان وش الكتاب حلو جدا، لانه بعد شهرين الاخوان مشيوا. يعني قدرنا يعني ايه نتحرر من من العدوان الاخواني. فالكتاب المره دي كمان حمدي بيشتغل فيه بقى له فتره طويله قوي، لكن انا مبسوطه انه اختار التوقيت الصح اللي هو بمناسبه 50 سنه على الكنيسه المصريه، وكتاب بيمس شريحه من شريحه مشاركه في الوطن بشكل كبير جدا، او هي الشريحه الوجه الثاني في العمله الخاصه بالمواطن المصري، ودي مش ناس كثيره بتكتب عنها. فانا مبسوطه للاختيار الموضوع والتوقيت، وبقول له ان شاء الله ربنا يوفقك ويحقق مبيعات كتاب كبيره ان شاء الله. حاجه ثالثه بقى عايزه اقول لحضرتك وبامانه وبمنتهى الصدق، ان انتوا قبل الفاصل كنتوا بتتكلموا عن كان حمدي بيتكلم عن المراه. عايزه اقول لك ان نظره حمدي للمراه بشكل عام واللي اتكلم عنه هو نفس فكره ونفس قناعته بالمرأة في ده مش حياته الشخصية. مش كلام للإعلام يعني. لا والله بكلمك بجد للأمانة، يعني هو زي ما اتكلم على المرأة ازاي نجلها وازاي نحترمها وازاي ان هي المفروض هي يعني نبقى سند ليها زي ما هي سند لينا. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، ده تجلى فعلا وظهر في الإهداء، لان عادة الرجل الشرقي بيبقى في معظم الوقت او المتعارف عليه منه ان هو ما بيحبش يجيب او يرد الفضل لاهل الفضل زي ما الاستاذ حمدي قال، وانه دايما البيت ده نخليه على جنب ما نعملش الاهداء للزوجه في جميع الطبقات على فكره، حتى الطبقات المثقفه جدا دي ساعات كده الايه الحته كده الشرقي بتظهر في الموضوع ده، لكن واضح من الاهداء ومن كلام الاستاذ حمدي ان هو فعلا ما عندوش. لا بس يا حنان مش شرقي بس، ده منوفي كمان. يعني مش كده بقى الكلام ده خفيف عليه. لا وبعدين راجل فلاح، ولو شفتي صورتي على الواتساب هتلاقيها يمكن عزيزه المعده الرائعه بتاعت تجيب لك صورتي على الواتساب. لا احنا عندنا اصول والفلاحين كده. لا الفلاحين بيحبوا ستاتهم وبيكبروا ستاتهم، واول ما ربنا يكرمه ويبيع القطن يجيب للست بتاعته كردان كده عشان تمشي وتشخلل كده بالغوايش. يبقى بنت صعب، وبعدين يجيب لها حته قطيفه ويجيب لها ملس ويقعد كده كل مره يحاول يحل بضاعته. لان دي حاجه عظيمه بالنسبه له، ده عنوان كبير. خلاص احنا هنستنى هديه بقى من الكتاب ده للاستاذه مجده. خلاص ماشي يا استاذه، لو جت الهديه تقولي حنان. طيب انا الاهداء كفايه حنان والنبي عشان قلت. اولا انا بشكره طبعا على الاهداء، لكن عايزه اقول له ان انا لست صاحبه فضل، لان الزوجه المصريه هي لازم تكون بهذا الاداء، ولازم تقف جنب جوزها، ولازم زي ما هي بتفكر انها تبقى ناجحه في عملها ايا كان هو ايه، لازم كمان يكون جوزها حد ناجح، ويكون كمان ولادها من الاولاد المتفوقين، مش متفوقين دراسيا، لا من شرط التفوق دي حاجه، والنجاح في الحياه حاجه ثانيه. ممكن حد يدرس كليه عاديه جدا لكن يبقى في حياته العمليه بعد كده متفوق جدا. يعني انا بقول له ميرسي جدا، لكن انا لست صاحبه فضل، الفضل لله اولا واخيرا، وده ودي اللي لازم انا كنت ااديه، وانا طول ما انا في الدنيا لازم اكون زي ما انت سند ليا والمازن، انا كمان اكون سند لك والمازن. انا 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 مش هعلق على الكلام ده، انا هسيب استاذ حمدي هو اللي ينهي المكالمه ويقول اللي عنده فيها عشان ولا ايه. شكرين يعني انا عملت الاهداء، بس يعني ما فيش هدايا بقى، يعني الاهداء كافي يعني مش خلاص يعني شويه شويه يعني.
اصرار يا مدام ماجدة على موضوع الهدية ده لو سمحت. والله بقى بصي انا كمان عيد ميلادي بالنص كمان بعد كده. ايوه هو كده دخل يعني هديتين في هدية هو كده كده يعني واقع في حته صد خلاص اختيارات. شكرا ميرسي جدا لوجود حضرتك معانا نورتينا يا فندم. شكرا يا نبيل الغدا والنبيل. كانت قصه حب بقى؟ لا حب اسمع انا قصه. لا 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 شوفي خلينا صراحه يعني هي في مؤسسة وأنا في مؤسسة فأروح المؤسسة عند صديقة ليا عشان حدوتة اللي هي إيه اللي يسموها الاسم والنصيب وبعدين أروح البيت عندهم عشان أتعرف على أخوها فيقول لي أخوها الصغير عماد الحول ربنا يديله الصحة يا جماعة في أنت هتتجوزوا ده اسمه مسيحي وبعدين بيكتب عن المسيحيين لا ده مسلم. قالها غريبة منه مهتم قوي بال يعني بالجماعة دول يعني تعرفها فأمر غريب جدا فصدف في صدف في اسمه ونصيب في حالة إنسانية فبتنتهي فعلا الإنسان يعني مش كل حاجة مقدرة مش كل حاجة بقدر مش أنت كمان ربنا مقسم لك أشياء مش ربنا مديك من الحب نصيب ومن وايضا من السعاده نصيب وايضا من الحزن نصيب ومن الالم نصيب اصل الرضا ده عنوان من عناوين مصر العريضه يعني هو يرضى بالمقسوم ومش عايز حاجه ده انت ترضيه تاخد عينيه ده لاقيني ولا تغديني طبطب عليه طب لو قلت لحمدي رزق يعرف لي الحب يعرفه ازاي شوف يعني انا مش خبير قوي بالتعبير ده على وجه التحديد لان انا عملياتي قوي والامور عندي اذا كنت تحب فاخلص فاعمل لصالح من تحب اذا احببت كن قول اللي انت بتحبه بحبك ما دي مهمه برضو فاكتشفت الفتره الاخيره بعد ما كل شخص عزيز علينا يموت كان حبيبا وكان صديقا وكان عظيما ولما جه عمل لي ولما كنت في الأزمة وقف معايا ويا ويلي من موته ويا حزني عليه في ايه ما كان حي ما كان قدامك ده كان نفسه يسمع كلمة ده كان نفسه يقرأ سطر ده كان نفسه يسمع كلمتك وهو حي كاد وطول في عمره على الأقل تعيشه الأيام الأخيرة سعيد طبطب على الناس لو حبيت قول بحب يا سيدي ما حدش بيجبرك بس قول عبر عن نفسك المهم ان احنا كمجتمع ومجتمع شرقي لا نجيد التعبير عن انفسنا جيدا لا نجيد انت عارف ليه فكره الانفجارات اللي بتحصل في الشارع كده تلاقي واحد ايه عربيه عدوك يعني خبط خناقه بسيطه لا يعني لا مش ايه ده المرايه جت في المرايه يا خبر ولا كأن يوم القيامه واو ده على فكره ده مش طبيعي ده قاعد مضغوط 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 فرقع في فجأة فرقع مش كده هو اللي حاصل ايه لا نجيد التعبير عن الغضب ولا نجيد التعبير عن الحب ولا نجيد التعبير عن الفرح طب انت فرحان ومبسوط وبنتك هتروح تتجوز واختارت شاب كويس ليه لازم تعكنن عن الناس وتقطع الطريق وتوقف الميدان وتقعد تكلكس طول الليل والناس نايمه ما هو برضه امر غريب جدا مش هنشاركك كده في الفرح بالمناسبه انت عارف انت لو عديت وكانت زغروطه حلوه اكيد حد يتفاعل بزغروطه وتبقى زغروطه متقابله لكن انت بتتعبنا ليه معاك وبعدين ايه العيال اللي بتركب موتوسيكلات وراكبه فوق بعضها وبتعمل حلزونات وحاجه تعور وتخوف والكلام ده هو السؤال السلوكيات كلها بقت غريبه جدا لا التعبير عندنا مشكل في التعبير انت عارفها برضو ان احنا مش بنسمع موسيقى مش بنتفرج على فنون مش بنشوف مسرح مش بنشوفش اوبرا ما بنسمعش كويس هقول لسيادتك حاجه ما في بني ادم ريفي زيي كانت بتيجي عليه الساعه 5 وما يجيبش محطه ام كلثوم فتخيلي لما بني ادم يفتح ام كلثوم فتقول له رق الحبيب ووعدني طب بعد كده يبقى مزاجه عامل ازاي مزاجه رائع عناب كده كويس طيب لما تيجي تلاقي الساعه مش عارف الصبح بصبح عليك ولك من السلامه يا حبيبي بسال طب بعدين ده ايه اليوم الحلو ده المزاج لا وتروح بقى يقول لك يا حلو صبح يا حلو طول لا وبعدين الراجل الطيب اللي قاعد على القهوه يقابل الست يقول لها صباح القشطه ماشي صباح التفاح قال لها
طب ما هو يا صفايح السمنة لصده كان في حالة مزاجية مخلية مساحة البهجة والسعادة في المجتمع موجودة. عارف حصل ايه؟ كل جنينة في فيلا اتبنت، وكل شجرة اتقطعت، وكل شاطئ في النهر اتغطى بأبنية. ايش نادي ايه ونادي ايه ونادي ايه ونادي ايه، لا شايفة نيل ولا شايفة خضرة، ولا بيجي عليك في الصيف نسمة طرية، ولا بيجي عليك في الشتاء شمس عافية ومشرقة، ما عندكش حاجة. عارفة ده معناه ايه؟ ان جواك بيتصحر، جواك ما بيحسش، مش حاسة بقيمة الكلمة، بيصعب عليهم يقولوا كلمة حلوة. كمان القاموس اللي موجود في الشارع هو بالظبط جاي من فكرة الكلاكس اللي موجود في الشارع. افتكر مرة كان احد مراسلين البي بي سي كان عايز يتكلم عن الزحمة في مصر، ما عملش حاجة خالص، الراجل جه الساعة 8 الصبح حط الميكروفون في ميدان طلعت حرب، فالعالم كله فوجئ ان البي بي سي كل اصوات المزعجة بتاع الكلاكسات موجودة في الساعة دي. هذه على فكرة كانت دقيقة من القاهرة. لا طب ليه يعني مش فاهم؟ احنا عندنا عشوائيه رهيبه جدا يا استاذ حمدي. انا بقول لك انا برضو بشوف ان البشر عليها عامل، مش بس الدوله مش عليها كل هذا العامل، احنا بنسيء استخدام حاجات كتير. يا ستي انا على فكره يا حنان والله قلت ما جبت سيره الدوله خالص لسبب بسيط، لان انا لو سمحت للدوله انها تخش في سلوك البشر هسمح للدوله بالتدخل في اشياء كثيره. وانا في تقديري لابد ان الدوله تنسحب قليلا من المجتمع عشان المجتمع يتنفس. مجتمع محتاج يتنفس، مجتمع فيه هوا فاسد لازم يفك، لازم يخرج، في حالة تعبية نفسية موجودة، في مشكل حقيقي. الناس المود مش حلو، المود بتاع البلد مش حلو. أسعار يجوز، أخبار سيئة باستمرار، باستمرار دوامة أخبار سيئة، الهم يا طب انا بقول لك كلنا مهمومين في مود. ويمكن حضرتك كان عندك تعبير جوه الكتابه ما قلت كلنا في الهم بالظبط قبط. وعشان كده دايما لازم اقول ايه، المصريين يتشاطروا كل شيء، حتى الالم، حتى الحزن، حتى الفرح. انا عايز اسالك سؤال بسيط، هو ام الشهيد بتلبس ايه في العزاء؟ السود ابيض. ابيض ام الشهيد مصابيض صحيح، لازم ابيض. ام الشهيد بتطلع من بيتها مزفوفه بالزغاريد، ويسيبوها هي تعبر عن فرحتها بزغروطه في كعب النعش وتقول له سلام يا محمد. النهارده بتحتفل بعيد الشرطه، بتحتفل بألف شهيد، ألف شهيد. الشرطه مأدية للوطن ألف مين؟ ألف شهيد دول مين بقى؟ عرفتي اسمهم مين؟ ما عرفتيش. طيب السؤال، القوات المسلحه مأدية تقريبا نفس الرقم وازيد، اخواتنا المسيحيين مقدمين، المسلمين مقدمين، كل البشر مقدمين. مصر إذا كان المسيحية فيها عصر استشهاد، فمصر الآن في عصر الاستشهاد. كنت بتشوف حضرتك زيارات سيادة الرئيس للـ 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 للكنائس في الفترة اللي فاتت؟ لا ده أنا تحديدا ملموس في الموضوع ده. بمعنى إيه؟ إيه ملموس يعني؟ متورط في الموضوع ده. ما الكتابة تورط أحيانا، أنت تلاقي في نفسك متورط لحد هنا وما انتش عارف مين اللي زقك. انا لما حضرت لقاء رئيس الاخوان في الاتحادية او بعد 24 ساعة، فلما سئل عن الاباط قال لنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. عايزة تهربي من مسؤوليتك الحقيقية كدولة وكنظام عن الاقباط، قولي الجملة دي. اول ما حد اسمع الجملة ده هي بخاف، بحس ان لا انا عليهم مش لهم. فقلت انا اختبر العلاقه، كان جاي عيد الميلاد المجيد. فقلت هل نرى رئيس الاخوان في الكاتدرائيه؟ ده ردا على ايه؟ ان الكنيسه بعتت دعوه اعتياديه وبروتوكوليه وروتينيه كل سنه بتبعتها للرئاسه. فالرئاسه تبعت لها عاده مندوب من الرئاسه او يحل محافظ القاهره مكان الرئيس. ماشي، تمثيل يعني جد ومحترم وشيء، وتمثيل محافظ القاهره عشان المكان يعني اللي انا في المكان في القاهره. فانا قلت يعني ايه اختبر الميه
تحت رجليهم. يا نهار ابيض على المقال، قلب الدنيا. ناس تقول لا منهم، وناس تقول اه. وفتوتين طلعوا، فتوى من خيرت شطر واعوانه، وخدوا فتوى من عبد الرحمن البر، وبقت معركه ولم يذهب. ما تقوليش لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لما انت مش قد القول ما تقولش. طبعا الرئيس السيسي جه بعد ازاحه الاحتلال الاخواني ومنصه 3 يوليو الشهيره، فجت عيد الميلاد. من العدل ان اسال نفس السؤال، نفس السؤال بالظبط. هل نرى السيسي في الكاتدرائيه في عيد الميلاد المجيد؟ معظم اخواتي الاهباط وبينهم مثقفين محترمين قالوا لا، قالوا لن يذهب. حضرتك كنت متوقع ان هو هيذهب؟ متيقن ومعتقد. لم يخاجلني الشك لحظه، ولا ادعي قربا من مؤسسه الرئاسه، ولم ادعي ان انا اختليت في لقاء 7 ولا 8 ساعات. ده من قراءه يمكن حضرتك للشخصيه فقط، انا اقول لسيادتك بس. وكل اللي شفته من الرئيس مره او اتنين في لقاءات الاعلاميين، وانا عاده يعني مش اعلامي من الدرجه الاولى الكبيره قوي عشان يعني ابقى حاضر في كل البتاع، يعني انا حسب ما يتراءى لهم جابوني بروح اسمع، ولو عندي فرصه اتناقش والكلام ده كله. ولا ادعي كمان ان حصل ما بيننا كلام مره مثلا، اللي حصل ان عمل حوار في قبل الصمت الانتخابي، انا كنت احد افراد المحاورين مش اكتر من كده. ما ادعيش قربا. تمام. ليه؟ الادعاء القرب ده نوع من العبث، لان القرب وانت ما تعرفش يبقى جهل ويبقى تزيد ولا محل له من الاعراب. كويس؟ وبالتالي انا لما كتبت عن استبطان حقيقي لرجل يفهم معنى المواطنه. انا شايف كده. كثير قالوا لا مش هيحصل. وبقى كمان الظرف كان غريب جدا. الرئيس سافر الكويت قبل عيد الميلاد بيوم. ايوه انا فاكره. فطبعا انا يعني ما اسقطش في ايدي برضه. انا ما جاتليش الدعوه بتاعت الكنيسه، وعاده ما بتجيليش، هي جات لي مره واحده في كنيسه القديسين، واعتقد ان ده مفتتح هذا الكتاب ولا قصه كبيره، ارجو ان وقتنا يتسع عشان احكيها لك. لكن الخلاصه في ايه؟ سافر الكويت يبقى مش هيروح. انا بنيتي كلها قايمه على ان هذا الرجل له في المواطنه بجد. وشاطر بجد. بص قاعد بقعد على القهوه في وسط الناس، قاعد انا يمكن كلهم مهتمين بالشكل وانا قاعد هيروح مش هيروح، عارفه كاني بتفرج على النادي الاهلي والنتيجه والوقت بقى 93 دقيقه والوقت الضايع كله خمس دقائق، يعني فاضل دقيقه وانا عارف ان عماد متعب هينزل هيجيب الجون. ما تفهميش الاهلاويه كده، الاهلاويه يبقى قاعدين على القهوه كلنا وعندهم يقين ان الوقت مخلص. يا عم الحاج ده الساعه بقت، ده احنا حضرتك مش اهلاوي ولا ايه؟ لا انا اهلاوي، انا بكلمك على اخواتي يعني وحبايبي واصحابي كلهم يعني، بس انا ايه يعني اهلاوي بس ما بغص الزملكاويه قوي يعني. ماشي. مش عشان بس ايه ما يبقاش ما يزعلوش. لان اصلهم اخواتي وحبايبي يعني يعني. لكن عايز اقول لك حاجه، طب انا قاعد، دخل مندوب سياده الرئيس، دخل المندوب بيان الرئاسه بتهنئه اخواتنا في عيد الميلاد، فوضت عليها صديق ليا قال لي تفتكر هيحضر؟ قلت له داخل دلوقتي. اذا كان وزير الداخليه ما يعرفش، ده وزير الداخليه حصله على الكاتدرائيه. فصديق ليا واسمه موجود في الكتاب عم كمال زاخر قال لي بعد ما جه، قال لي اي حاجه الاهباط يحتاجوها نكلمك على طول. ده واضح ان انت جامد جدا. مش جامد ولا حاجه والله العظيم، هي المساله كلها استبطان زي ما حضرتك قلت وقراءه للشخصيه، احساسي بالراجل ده. فاصبح لزاما عليا اول ما يبدا شهر يناير من كل عام افكره بالايه؟ بالزيارة. وهو لا يحتاج تفكيرا. واذكره ولا يحتاج تذكيرا، واقول له اخواتك منتظرينك وهو لا يحتاج، لانه لا يتعامل معهم على انهم اخوات الوطن، بيتعامل مع انهم وطنهم وناسهم واهله وناسه والكلام ده. عشان كده الاقباط بيحبوه بيصدقوه. ده حقيقي. ليه؟ المشوار ده عشان تقطعيه في عمر الزمن 50 سنة. ناس بتستسهل ظل دعوات تكفيرية ودعوات منع التهنئة وتيار سلفي جارف ومرجعات سلفية موجودة و و و ده في شباب، ده في ناس متربية تقول له كحك
انا كحك ايه؟ ايه كحك؟ ما باكلش. فتقول له ده كحك اخواتنا يعني. لا 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 ما تاكلش. تاكلش ايه؟ جالك السم تاكلش ايه؟ هو حاطين لك فيه ايه؟ كل محبه. ده حاطين لك فيه فوزدو، ربما انت ما عندكش الفوزدو، بس هو السؤال الروح دي جت منين؟ ده السؤال، لان التربيه فيها مشكل، في جذر عفن طائفي. تخيلي كل هذه السدود والشلالات والجنادل يمر منها ويروح ومش يروح مرة والتانية والتالتة وراح الرابعة. كويس. الكتاب ده كتاب ده بادئ من كنيسة القديسين ماشي الحادثة البشعة الى تدشين الكاتدرائية الجديدة في العصام الإدارية. يمكن أستاذة ماجدة لما كلمت وقالت لي على الكتاب الأول لحضرتك الإخوان والكتاب الثاني في محبة الأقباط، حضرتك دايما بتختار كتبك مواضيع شائكة قوي وملفات يعني يمكن محدش بيقرب منها قوي. لو حبيت ان انا اختم مع حضرتك وتقولي الملف القادم هيكون ايه؟ شوفي انا بأمانة ربنا انا موفيتش حقي تجاه اخواتي في السودان. انا اشتغلت في ملف السودان كتير جدا. وحضرتك اخدت جايزة ايضا عن جايزتين في 2000 و2003. واعرف السودان زي ما اعرف القاهرة والخرطوم. اعرفها شارع شارع. جوبة اعرفها كويس قوي وعندي علاقات وصداقات و بالحقيقة نفسي اكتب المشروع ده، وده مشروع مهم جدا ومشروع بس محتاج زيارات اخرى للسودان لان طبعا الايام بتتغير والاشكال بتتغير والكلام ده. وبالمناسبة يعني عجبنا قوي الرئيس وهو بينبه على الصحفيين والاعلاميين بيقول لهم يعني خفوا ما تخبطوش في السودان. عارفه ليه؟ الزول طيب قوي، الزول السوداني ده طيب قوي وراجل محترم قوي وبينهم بروفيسيرات وبينهم اعلام. وبعدين اجمل اغاني ام كلثوم طالعه من شاعر سوداني عظيم. عايز اقول ان احنا محتاجين نفس شويه، يختلف الساسه يجوز، يختلف القاده يجوز، الشعوب لا. ركزوا بس، ركزوا ده اغنيه شيرين تتسمع في مراكش، اغنيه حسن وردي تتسمع في القاهره كده يعني. احنا كده يعني عايز اقول ايه، المصريين ميه حلوه في النيل متدوبه في، احنا حته سكر متدوبه في النيل. اي عربي اي اجنبي يشرب بيقع في غرام المصريين. المصريين دولت حاله غراميه بالمناسبه، اللي ما يعرفهمش قد يكرههم. اعرف المصريين ده حب. زي ما اقول لهم هنا بقول لهم ايه، اعرف حقوق القبطي، وعايز تعرفه عليك بمعاصة الجبل. اذا هريت معاصة الجبل تفتح قلبه، واذا دخلت قلبه هتلاقي قلبه رجل مصري وطني اصيل. يعني حاجه فخيره جدا بس ندي بعض فرصه ونرجع. انا الحقيقه استمتعت جدا مع حضرتك النهارده جدا في الكلام كله، وكان نفسي يبقى في وقت اطول من كده عشان كان لسه عندي كلام كتير عايز اقوله، بس للاسف وقتنا انتهى. بس على وعد ان حضرتك تكون موجود معايا مره تانية نكمل الكلام. انا عارفه ان حضرتك مقل في الظهور الاعلامي، بس يعني انا هستغل ان حضرتك جيت معايا مره عشان تيجي تاني. الحقيقه بقول لك حاجه بس يعني خليني اقول كلمه يعني بمنتهى الامانه، يعني نصبر على بعض شوية، نفتح بس يعني بلاش كل مرة ندوس على رجل بعض، يعني نهدى شوية على بعض بشوية ونبع عشان خاطري. احنا مش قاعدين في اتوبيس، نهدى على بعض شوية. طب نفس شوية يعني ندي لبعض نفس شوية. طب ناخد بعض بالحضن شوية. طب نهدى شوية على بعض. عارفة لو هدينا شوية على بعض والله ما. واصلا على فكرة انت رزقك موجود. واجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش. وانا اسمي حمد رزق. نورتنا يا فندم. شكرك. ونشوف حضرتك ان شاء الله مره ثانيه. دي كانت فقراتنا النهارده بعد الفاصل فقره الطبيه، واشوفكم يوم الاحد ان شاء الله على خير. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار.
أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. انا بنقل لكم النهارده تجربه ناجحه لعمليات انقاص الوزن زي تكميم المعده وتحويل المسار، وعمليات اللي هي الاخرى زي التحويل مع التكميم الساسي وتحويل مسار الاثنى عشر السادس. هي كلها عمليات تهدف الى انقاص الوزن. النهارده احنا بنعرض يعني يمكن قصه نجاح مع استاذه مي. طبعا اللي احنا عايزين نوصله ان عمليات السمنه هي حل يعني ناجز، وعمليات كمان قد تكون شهاده ميلاد جديده الانسان. يمكن السمنه حبسه، السمنه مسببه له امراض، قد تكون سكر، قد يكون ضغط، قد يكون مشاكل صحيه اخرى زي مشاكل في المفاصل، قد يكون امراض يعني يمكن في القلب قد تؤدي الى دعامات في القلب. احنا يعني يمكن لو شلنا الامراض الصحيه احنا عايزين نناقش حاجه تانية، الامراض الاجتماعيه، يمكن الحاجات اللي هي بتسبب مشاكل اجتماعيه دي انا شايف ان هي لا تقل اهميه عن المشاكل المرضيه. عمليه تكميم المعده هي عمليات يمكن الاستاذه مي كانت عامله عمليه تكميم معده. العمليات دي تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. احنا بنخرج في يمكن اقل من 24 ساعه، في عينين بتخرج في خلال 12 ساعه ما بعد العمليه. يعني فترة الإقامة قد تكون قصيرة، ويمكن إعادتنا للعمل بعد يوم أو يومين من إجراء العملية لإعادتنا للعمل مرة أخرى. المتابعات يمكن سهلة ما فيهاش مشكلة. العمليات طبعا كلها يمكن كمان احنا بنفضل تكميم المعدة في الناس اللي هم وزنهم يمكن أقل من 140-150 كيلو، ما فوق ذلك ممكن نفضل يمكن تحويل مسار. الناس اللي هم مش مصابين بالسكر أو أكل السكريات بشراهة احنا بنفضل لهم تكميم المعدة. لكن اذا كنت مصاب بالسكر او انت بتاكل سكريات شوكولات وايس كريم وحاجات كده فيها سكريات عالية او طاقة عالية بنعمل لك تحويل مسار. في عمليات جديدة زي التكميم مع التحويل الساسي وتحويل مسار الاثنى عشر، دي عمليات طبعا احنا بنعملها كمان للناس مصابي السكر اللي هو مش مظبط قوي. يمكن الاطفال كمان بنفضل فيهم تكميم المعدة، يمكن الاطفال من سن 11 سنة ووزنه زايد مصاب بالسمنة المفرطة بنعمل له برضو عمليات زي التكميم. عايز اقول كمان احنا في كاتيجوري يعني تاني اللي هو اصلاح عمليات السمنه السابقه زي تدبيس المعده، اللي هي كان اذا كان في حد عملها احنا دلوقتي برضو بنعمل عمليات يمكن اصلاح لهذه العمليات بالمنصار. عايز اقول ان عمليات انقاص الوزن اللي احنا قلناها هي شهاده ميلاد جديده قد تعود بالانسان مره اخرى الى وضعه اللي المفروض يعيشه، يعني يمكن سنه اللي المفروض يعيشه، لان السن طبعا يعني يمكن تخلي الواحد واخد سن غير سنه، واخد وضع اجتماعي غير وضعه الاجتماعي. العمليات انقاص الوزن هي عمليات ناجزه بتنزلك في وزنك في وقت معين، زي ما قلنا عمليات بتجرى بالمنظار فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. العمليات يمكن سهله واحنا بنقدم لكم يمكن تجارب يعني ناجحه، وإن شاء الله هنوفيكم بأخبار نجاح تانية كتير إن شاء الله إن شاء الله. خير مشاهدينا، اهلا بكم في الفقره الطبيه من سيداتي انساتي. دلوقتي هنتكلم عن مشاكل كتيره جدا بتعاني منها الناس، زي طبعا نضاره البشره، مشكله التجاعيد، مشاكل كتيره جدا. وكمان في نقط هنتكلم عنها النهارده زي البوتوكس والفيلر وكمان الخيوط. هنتكلم كمان عن مشاكل النضاره وازاي نستعيد نضاره بشرتنا مع الدكتوره اللي مشرفانا في الاستوديو، دكتوره ريفيان زكي شعبان، استشاري الجلديه والتجميل والليزر بالمركز الطبي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله. دكتور خلينا نبتدي بموضوع النضاره. تمام. احنا عارفين العادات اللي احنا دايما بنعملها يوميا، عدم طبعا شرب ميه، التدخين، مشكله اشعه الشمس كمان بتاثر في بشرتنا طبعا كتيره جدا، مشكله الهالات كمان مشكله بتعاني منها ناس كتيره قوي. خلينا نتكلم عن النضاره اسبابها ايه. احنا قلنا العادات بس طيب. ان عموما او الاسباب التانية في نضارة بشرتنا ايه الاسباب يا دكتور؟ بصي، هو احنا عشان نعمل نضارة البشرة اولا لازم نبقى بننام نوم مدة كافية 8 ساعات، ولازم 8 ساعات دي يكونوا بالليل مش بالنهار يا جماعة، لان بالليل في مواد بتفرز هي دي بتبقى مسؤولة عن نضارة البشرة وعن الفريش لوك بتاعتك. لازم نكون بنشرب مياه كويس، بناكل خضار وفاكهة كتير، لازم ناكل كل يوم مكسرات وزبادي، كل دي حاجات
بتساهم معانا بكميه كبيره جدا ان احنا هنعمل نضاره البشره. زائد بقى ان احنا لازم ايه حسب كل حاله. في حالات ممكن ان احنا نعمل لها بي ار بي اللي هي البليتت ريتش بلازما. البليتت ريتش بلازما ده مانوفر سهل جدا وبيبقى من البيشنت نفسها. احنا بنسحب 8 مللي دم وبنبتدي ان احنا نفصلهم في سنترفيوج لغايه ما بناخد اللي هي البليتت ريتش بلازما، البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. بعد كده بنحط عليها فيتامينز ونبتدي نحقنها. في بعض الحالات بنعمل لها كده. في حالات ثانيه بنعمل لها اللي هو نون كروس لينكد هايلورونيك اسيد. ده ايه؟ ده شبه الفيلر هايلورونيك اسيد برضه لكنه مش كروس لينكد. فده مجرد ان هو بيعمل ريجوفينيشن، بيعمل نضاره للبشره، الخطوط الرفيعه ممكن بيساعد ان احنا نفردها. ناس ثانيه ممكن برضه نعمل جروس فاكتورز برضه من الحاجات اللي بتجيب نتائج حلوه جدا. ممكن نعمل فراكشنال ليزر. الفراكشنال ليزر برضه من الحاجات اللي هي بتعمل نضاره للبشره في نفس الوقت لو في تجاعيد رفيعه الفراكشنال ليزر فعلا بيفردها. بتبقى جميله جدا. وبعد الفراكشنال ليزر ممكن احنا نستخدم بعديه برضه البي ار بي. يعني ممكن بعد ما اخلص جلسه الفراكشنال ليزر ممكن احط بعديه البي ار بي. لان احنا فكره الفراكشنال ليزر ايه؟ ان هي بتبقى اشعه متقطعه بتنزل في نقط اه ونقط لا. فبتنشط خليه الفايبروبلاست ان هي تبتدي تفرز كولاجين. لما الكولاجين ده بيتفرز هي ده اللي بيعمل النضاره. زائد ان الفراكشنال ليزر بيعمل بيلينج خفيف، بيعمل تقشير بسيط. فده برضو من الحاجات اللي بتعمل لي نضاره جميله جدا. في كمان دلوقتي في اللي هو الاكسجين ليفت او الاكسجين ماسك. ده بيبقى عباره عن كذا خطوه بنعمل بيها ريجوفينيشن ونضاره البشره، واخر خطوه بنحط فيها ستام سيلز. دي مشكله النضاره. طب مشكله الهالات برضو ممكن نقدر نستخدم الليزر في علاج الهالات السوداء؟ بصي هو بالنسبه للهالات بس لازم نعرف ايه السبب الاول. يعني دايما بنسال البيشنت هل انت عندك جيوب انفيه؟ هل انت عندك امساك؟ هل في مشاكل في الكب؟ كل دي حاجات بتاثر معايا، مشاكل في الغده الدرقيه، كل او في عوامل وراثيه. في واحده تقول لها غمضي عينك تلاقي اوريدي في سيركل جامده جدا كلها سواد. ده معناها ان هي دي اوريدي بيبقى عندها عامل وراثي. في ناس لا، زي ما نعمل بقى شويه تحاليل برضو بسيطه كده اهو تشوف صوره دم عشان الناس اللي عندها انيميا وحاجات زي كده. الهالات حسب طبعا الاتيولوجي بتاعها وحسب المشكله اللي عندنا فين ممكن بنعمل حاجات كتير قوي. ممكن نعملها بيننج، ممكن بنعمل تقشير، ممكن بنعمل كاربوكسي ثيرابي. كاربوكسي ثيرابي ده برضو من احدث الحاجات، بيضيع التجاعيد الرفيعه اللي تحت العين وفي نفس الوقت بينشط الدوره الدمويه وبيدخل اكسجين كتير، بيخلي الجسم يفرز اكسجين كتير للمنطقه دي فبيضيع لي الهالات. ممكن برضو بنعمل ميزوثيرابي، مجموعه فيتامينز عشان نضيع بيها السواد، او لو المشكله بقى ان هنا في لوسوفات ممكن احنا بنحقن فيلر. طب خلينا نتكلم برضو عن مشكله التجاعيد. التجاعيد برضو في مناطق معينه بنقدر نستخدم فيها البوتوكس والفيلر. تمام. نتكلم اول حاجه عن البوتوكس. فين المناطق اللي احنا نقدر نحقن فيها بوتوكس؟ بصي هو البوتوكس عموما بيعالج التجاعيد التعبيريه. يعني ايه تجاعيد تعبيريه؟ يعني انا بضحك بيظهر لي كراوس فيد، تجاعيد حوالين العين. انا بكشر يظهر البيه 11، برفع حواجبي بلاقي الخطوط اللي فوق. ممكن ناس بتضحك بتلاقي هنا خطوط اللي هي الباني نوز زي معانا هنا في الصوره برضه. هنا بيبين الكراوس فيت وهي بتضحك اللي احنا بنسميها رجل الغراب. بعد ما حقنا خلاص اختفت تماما، ودي على فكره بتكبر في السن جدا. فعلا. فبتضايق الناس وانس بيعملوها تيجي تقول لك يا دكتوره انا بقى عندي فريش لوك، انا مبسوطه جدا. حتى اللي في الجبهه نفسها. اللي في الجبهه طبعا، خصوصا ان هي دلوقتي بدات تظهر في سن الصغير قوي. هنا بقى مشكله تانية. دي الجامي سمايل بقى، ودي مشكله البنات معظمهم. تيجي تبتسم تقوم اللثه باينه، طبعا بتدي منظر مش لطيف ابدا. فدي لما بنحقنها، ودي ساعات بنعالجها بالبوتوكس وساعات بندخل معانا الفيلر كمان. يعني حسب الحاله برضه. هنا بقى دي تجاعيد الجبهه. هنا لما الواحد بيستغرب شويه او او مثلا بتبقي باصه مثلا على البلاك بورد فوق او حاجه، بتبقي باصه لفوق تبتدي ان هي تظهر. ومع الوقت بتعلم يعني. ما احنا بقى اول ما نلاقي بدات التجاعيد تظهر لازم احنا نتعالج. ليه؟ لان احنا اوريدي وهي لسه حركيه خلاص انا بعمل بوتوكس بس. وانس انها ثبتت كده هضطر انا هعمل بوتوكس، وبعدها هضطر ان انا اعمل خيوط او اعمل فيلر. فكل ما نبتدي بدري طبعا تبقى احسن. كمان في احنا ممكن برضو بنرفع الانف شويه بالبوتوكس بنحقن هنا. ممكن كمان احنا بنعمل بابليتشن اللي هي الدقن المتعرجه برضو بنحقنها. ممكن برضو في ناس بيبقى عندها خط المارونات جامد برضو بنحقن في النقطتين دول. في ناس ممكن احنا نحدد لهم منطقه الدقن دي برضو بالبوتوكس. في ناس اللي بيبقى عندها خطوط في الرقبه ودي بتدي سن كبير قوي بتبوظ منظر الرقبه خالص. للاسف هي الوحيده اللي بتبين عمر الحقيقي. عارفه عشان في ناس كتير قوي تهتم بالبشر قوي بتنسى الرقبه وتنسى الايد. والايد فدي بتبقى مشكله لان دول بيبينوا فعلا السن. فبرضه بنحقن هنا بوتوكس برضه بيعمل معانا نتيجه حلوه قوي، بيضيع كل البنس اللي بتبقى موجوده. طبعا البوتوكس احنا عرفنا قبل كده وسمعنا ان البوتوكس برضه بيحل مشكله التعرق. طبعا. الناس اللي عندها مشكله التعرق كتير دي بتحلها لهم خالص. لان دي بتبقى حاجه محرجه بالذات الطلبه وكده، يجي يقول لك انا مش عارف احل في الامتحان الورقه بتتبل. هو برضه الناس اللي بتسلم على حد
بايدها المبلوله برضو دي حاجه بتضايق جدا. فطبعا دي بنشوف بس لو عندهم بنعمل تحليل كده الغده الدرقيه عشان لو عندهم مشاكل فيها بنعالجها. وبعد كده بنبتدي ان احنا نحقن بوتوكس. بنحقنه بقى ممكن في الايد، ممكن في القدم، ممكن تحت الابط، كل ده البوتوكس بيظبطه، بيقلل خالص يعني، خلاص بيرجعها طبيعيه، بيرجعها طبيعيه. يعني عارفه بتلغي المشكله تماما وبيقعد فتره طويله. ده حلو جدا. طب ننتقل بقى للفيلر. نعرف برضو احنا عارفين ان هو برضو ماده يعني اللي هي ماده مالئه. بالظبط كده، يعني انا خلاص بقيت عارفه كل حاجه، بقيت شطوره. فعايزين نعرف برضو ايه المناطق اللي احنا نقدر نستخدم فيها الفيلر. بصي، هو طبعا احنا دلوقتي مش بس بنستخدمه كماده مالئه، احنا كمان بنقدر نشد بيه البشره في الحالات اللي هي نسبه التهدف فيها مش عاليه قوي. بالنسبه للفيلر طبعا انت عارفه احنا اتكلمنا قلنا في النضاره هو هيلورونيك اسيد، بس ده الكروس لينكد. احنا قلنا اللي بيعمل النضاره اللي هو نان كروس لينكد، لكن الفيلر ده كروس لينكد عشان يقعد لي فترات اطول. فمثلا الفيلر في كده عندنا شويه مقاييس احنا لازم بنهتم بيها وشويه لاينز، يعني في عندنا شويه خطوط في البشره لازم بنهتم بيهم. اولا في حاجه اسمها ان يبقى 3 دي، بمعنى ان انا ببص لك من قدام زي ما هبص لك من الجنب، يبقى كل الوش متجانس. ما تبقيش مثلا انت في الفيو الفرونتال فيو كويسه، لكن انت مثلا ما ابص لك كده الاقي عندك مثلا تهدل او الاقي كونتور الخد مش مظبوط. فاحنا عندنا حاجه هنا اسمها اوجي كيرف. اوجي كيرف ده اللي هو المسؤول عن الحته دي الخد. يعني احنا لو نزلنا خط نازل من عند الحواجب للرموش لازم الحته دي تبقى كونفكس. يعني ايه؟ يعني تخبط في صباعي تنطره لبره، لكن لو لقيتها داخله لجوه معناها ان الكيرف ده بدا ان هو يقل او ما بقاش موجود، فلازم ببتدي ان انا ارسمه مره ثانيه ونشد شويه. طبعا احنا في بوينتس بنعمل بيها ليفتنج. احنا عندنا 8 نقط في الوش، لو لو حقناهم مش بس ان انا بملى بيهم، لا انا بعمل بيهم ليفتنج. هنا برضو هنا في فرق شويه في شد طبعا البشره. لا بصي كمان لما بعد ما حقنا الفيلر تحسيتي فيها اولا بنضاره، ثانيا تحسي ان البشره فعلا مشدوده. هي اصلا ماده رطبه يعني، فهي كمان بتعالج مشكله النضاره كمان. ما بالظبط، لان اوريدي هو الفيلر احنا بس مش بندخله مجرد ان هو يقعد وقت ويروح، لا هي الفكره برضو ان هو بينشط خليه الفار بلس وبتدي تفرز كولاجين. فعشان كده الناس اللي بتقلق بتقول لك انا بعد ما مده الفيلر هتروح انا هرجع زي ما كنت، هقول لها لا انت هترجعي احسن شويه. ليه؟ لان اوريدي مره في مره بيبتدي الكولاجين يتكون مره ثانيه، فبتبتدي ان الدنيا تبقى احسن كتير. كمان منطقه الشفايف طبعا. اولا الشفايف دي في كل الاعمار، تلاقي البنات الصغيرين برضو الشفايف، اولا حتى الشفايف اللي ما فيش فيها نضاره ممكن بنعمل لها فيلر، ممكن احنا نحدد الشفايف، ممكن نعمل فوليوم بسيط. في السن الكبير بقى احنا كل ما بنكبر في السن بتبتدي منطقه الشفايف دي بتبتدي تصغر، وهنا كمان اللون نفسه وردي اكتر. لا طبعا، ما هي بتعمل اوريدي غير انها بتعمل فوليوم، هي بتعمل لي نضاره وبتدي لون روز فعلا في حته، تقول لك انا خلاص مش محتاجه احط روج. طب يقعد قد ايه الفيلر ده يا دكتور؟ بصي هو حسب انا هحقنه فين، يعني مثلا في الخدود هقعد سنه، لكن في الشفايف بيقعد في حدود 6 شهور، في النيزو ليبيال هنا برده بيقعد في حدود 6 شهور. يعني لازم نعمل ريفيل كل فتره لما نحس انها هو بيبتدي يقل بالتدريج. تمام، وزي ما اتفقنا ان هو انت يعني انت حقنتي النهارده، بعد 6 شهور مثلا هو هيبتدي يروح، مش هترجعي زي ما كنت في الاول، انت هترجعي احسن شويه لان اوريدي هو كون كولاج. طب نشوف برضو الخيوط. احنا نقدر نستخدم الخيوط مع الفيلر مع البوتوكس. طبعا مفيش مشكله خالص، بس دي طبعا حالات احنا عايزين نتكلم عنها برضو. بس استاذنك طبعا هنروح نشوف تقرير وهنرجع لكم بعد التقرير، استنونا. بونسوار، عندي تجاعيد في الجبهة وعندي تجاعيد حوالين العين وبشرتي كتير مدمرة، وأنا حد ذاتي نفسيتي كانت مدمرة كتير، وعندي خدود هيك نازلة شوي، جولين كمان رقبتي، وأنا بصراحة كتير مدمرة إنه بدي أعمل كل هالشغلات، وبدها تعمل لي خيوط تشد لي هيك بخدودي والجولين كل هذا، وعايزه اعمل كمان قلت لي تعمل لي فيلر يعني انا كثير مش مبسوطه ببشرتي ولا بوجهي ولا نفسيتي، كثير تعبانه. هلا حنبلش بالشغل معها ان شاء الله ونشوف، وانا كمان خايفه يعني مثل كل واحد اللي بيروح ويسمع انه حيحط خيوط وهيك بخاف اكيد، لانه ما بتعرف شو هو هذا بتكون خايف.
بونسوار. انا اللي كنت جيت للمركز نفسيتي متدمره وما كنتش منيحه كتير، عملت بوتوكس، عملت فيلر، عملت خيوط، عملت ماسك، شلت كل الحاجات اللي كانت مضايقتني ومضايقه نفسيتي، كلها راحت مني وانا كتير مبسوطه من هالشغل. كتير كتير بتشكر كل الناس اللي بالمركز، يعني كل الخدمه كانت اكثر ما كنت متوقعتها. يعني شو بدي اقول لكم، يعني شيء ما كنت متوقعته انه يصير معي هيك يعني، ونفسيتي الحمد لله وانا كتير مبسوطه. ميرسي كتير. ورجعنا تاني مشاهدينا ولسه مكملين كلامنا عن الجمال، ودلوقتي هنكمل حلقتنا او فقرتنا عن الخيوط مع الدكتورة ريفيان. دكتور خلينا نتكلم عن المشاكل برضو اللي بنستخدم فيها الخيوط والفيلر كمان والبوتوكس، ونعرف الحالات اللي نقدر نستخدم كل الخيوط والفيلر والبوتوكس. بصي، هو الخيوط انا بستخدمها في حالتين، في حالات التهدل وفي حالات ان انا عايزة املي مكان. تمام. حالات التهدل زي ايه؟ من اول الاماكن اللي بتبتدي تتهدل، طبعا انت عارفه مع التقدم العمر شويه مع الجاذبيه الارضيه فبيبتدي الوش يبتدي ينزل، فاول حتتين بيظهروا الجاولز هنا، تبتدي تلاقي لما ترسمي خط من هنا لهنا تلاقيه ما يمشيش كده سموث، في الاول المفروض يمشي سموث، مع فتره الناس لما بتكبر شويه في السن بيبتدي، او الناس اللي بتعمل دايت جامد تبتدي الكيرف يوقف لغايه هنا وبعدين يبتدي تلاقي هنا الجاولز تبتدي تتهدل. فدي بيبقى علاجها سهل جدا ان احنا بندخل بالخيوط. اولا الخيوط مانوفر سهل جدا عشان في ناس تبقى قلقانه منه. يا جماعه احنا مجرد نحط بنج كريم وبعد كده شكه بنج هنا صغيره والشكه هنا مكان ما هخرج، انا هبتدي ادخل من هنا. تمام. بدخل في طبقه السبكوتينس اللي هي فوق العضله على طول، ببتدي ادخل واخرج من هنا. تمام. الخيط ده بعد كده في خلال 3 شهور بيدوب تماما وبيكون مكانه كولاجين. الكولاجين بعد كده هو اللي هيفضل شديد للمنطقه دي. مش بس كده، احنا بنقولنا عشان دي من اول المناطق اللي بتظهر، لا في ناس كمان بيبقى عندها في منطقه الخد هنا عايزه اعمل كونتورنج شويه وفي نفس الوقت برضو عايزه اشد شويه ونرفع شويه، بنرفع شويه فبندخل نعمل لوبينج هنا نبتدي ان احنا نشد بيه منطقه الخد. برضو الحاجب، حواجب، الحواجب ممكن انا ارفعها بالبوتوكس او ممكن انا اعملها بالخيوط. لو العضله خلاص ضعفت جدا ببتدي ان انا ادخل بالخيط، بدخل اعمل حرف يو. تمام. لو لسه العضله فيها قوه بعملها بالبوتوكس. برضو الرقبه اللي هي الدبل تشين من الحاجات برضو اللي بتضايق ناس كتير جدا، لو فيها لسه فيها دهون ببتدي انا افتت الدهون الاول وبعد كده بدخل بالخيوط اعمل شبكه. ببتدي بدخل من هنا اعمل شبكه كده ومن هنا نفس الحكايه، بحيث يبقى عندي شبكه جامده بتشد لي الجزء ده خالص. ده اللي عندهم مشكله الناس اللي عندها سواء عندهم اللغد اللي هو بيبقى فيه دهون بفتت الدهون الاول بعد كده بشد، او اللي بيبقى عندها تهدد بسبب كبر السن او حتى الرقبه نفسها. يعني احيانا برضو الرقبه فيها نفسها الخطوط العرضيه دي ممكن بدخل فيها، بس دي بقى الخيوط اللي بتملى. احنا قلنا في خيوط بتشد في خيوط بتملى، في خيوط اللي هي خيوط النانو دي خيوط اوريدي بتملى، فدي بندخلها في الخطوط دي بتدي نتائج حلو قوي. ممكن برضو بنعملها هنا في النيزوليبيال، ممكن بنعمل خيوط للنضاره بنحطها كده في التشيكس تعمل لي مجرد ان هي تعمل نضاره. ممكن الناس بقى اللي احنا اتكلمنا عنهم ان هم اتاخروا شويه في ان هم يعملوا بوتوكس، فخطوط الجبهه دي بدل ما بقت حركيه بس لا دي اوريدي بقت ثابته، فبعمل بوتوكس الاول اريح العضله وبعد كده ابتدي احط خيوط النانو دي بتبتدي انها تملى، فبتدي معايا افكت حلو جدا. طب وهي الخيوط دي ليها انواع؟ ما الخيوط انواع طبعا، لازم نتاكد يا جماعه ان النوع كويس. لان ده حاجه مهمه جدا، عشان المانوفر كويس وطبيب كويس حطها لك في الليفل المظبوط عشان الدنيا تمشي كويس فعلا وتبقى جميله جدا. ده حتى مع الفيلر والبوتوكس نفسه كمان طبعا. ليه بقى؟ يعني احنا دايما نختار المنتجات اللي هي اولا صناعه كويسه، التاريخ الاكسبايري ديت بتاعها تاريخ الانتهاء بتاعها لسه بدري عليه، عشان دي كلها نقط مهمه جدا، وطبعا الطبيب اللي هيحقنها اكيد طبعا. طب خلينا نعرف برضو المده، نقدر نعرف بعد قد ايه النتيجه النهائيه للخيوط. بصي، واحنا بنشتغل بيبان تقريبا 70% من النتيجه. تمام. ال 30% اللي فاضلين دول انا بجيبهم في خلال 3 شهور، لان زي ما قلنا في خلال 3 شهور الخيط ده بيدوب وبيكون مكانه كولاجين، فالكولاجين بعد كده هو اللي هيفضل شديد للمنطقه دي، وهي بتقعد في حدود من سنتين لثلاث سنين والله حسب درجه محافظتي عليها.
ليه بقى؟ لان لازم انا بعد ما استخدم اي مانوفر لازم ابتدي استخدم الكريمات المناسبه، اقول ما زي ما قلنا في الاول ازاي هنحافظ بقى شرب الميه والاكل والحاجات اللي زي كده، لان كل دي حاجات مهمه جدا بالنسبه لي. وكمان عرفت انه ممنوع ندخل الساونا دي خالص. بصي هو بعد الفيلر في اسبوعين ما تتعرضيش فيهم لا ساونا ولا بخار. الشمس مش مشكله لو هتحطي سان بلوك كويس وهتروحي مثلا هتخرجي الصبح ما عنديش مشكله خالص. لكن ان انت تروحي ساونا او بخار لا. ليه؟ لان الفيلر بيمتص ميه اصلا. تمام؟ فالبخار والساونا والحاجات دي بتكسره. فاحنا اول اسبوعين بالذات بنقول لها لا هنشرب ميه كتيره جدا، لان احنا كل مولكيول بيمتص 1000 مولكيول ميه. فعشان الفوليوم بتاعه يكبر اكتر، في نفس الوقت بقى احنا لو ساونا بقى وبخار وحد بيقف قدام النار والحاجات دي كل ده هيكسر لي الفيلر. فاول اسبوعين ده بيبقى ممنوع. وعادي تضحك عادي والتعبيرات عادي ولا لازم برضو تاخد بالك؟ لا لا مفيش مشكله، لا بتضحك عادي مع الخيوط. لا مع الخيوط لا ما بتضحكش قوي، ما اقولهاش تفتح يعني ايه، بتراعي مثلا بكلامها تتكلم كلام عادي لكن مش تبتسم ابتسامه جامده قوي لا. وطبعا اول اسبوعين بتبقى بننام على الظهر لان مخده فايبر يمين وشمال عشان ايه ما نتقلبش لغايه الخيط بس ما بياخد وضعه بعد اول اسبوعين. طب حتى يمكن نعرف العمر، يعني هل نقدر الخيوط دي تستخدم مع كل الاعمار؟ الناس اللي بتكبر برضو بيبقى عمرها فوق السبعين والثمانين تقدر تعمل خيوط وفيلر؟ بصي هو حسب حاله الجلد. لا هو بالنسبه للفيلر بوتوكس انا ما عنديش مشكله في كده. بالنسبه للخيوط طبعا حسب حاله الجلد اخبارها ايه. هل انا هستخدم، هل لو ناس مثلا صغيره في السن شويه هستخدم الخيوط بس اللي بتملى، لو انا عندي مشاكل بسيطه لكن اوريدي نسبه التهدل عندي زادت بقى يبقى خلاص انا لازم هستخدم الخيوط اللي بتشد. وساعات ممكن استخدم دبل، يعني بدل ما احط مثلا خيط واحد هنا وواحد هنا لا انا ممكن استخدم هنا دبل وهنا دبل. حسب حاله الجلد عندي اخبارها ايه. طبعاً. ممكن اعمل مثلا بوتوكس وفيلر وخيوط في نفس الحاله، مفيش مشكلة طبعا. طب خلينا يعني للأسف بس أكيد هنكمل كلامنا بس في حلقة تانية، للأسف فقرتنا خلصت. بشكرك جدا لوجودك معنا. كمان مشاهدينا بشكركم جدا، وللأسف وقت حلقتنا خلص، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات جاية كتير مع سيداتي أنساتي. نشوفكم على خير وفي رعاية الله.